خدمات الضمان الاجتماعي، تضيف الجريدة. جريدة الموعد كتبت مقالا تحت عنوان اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا توافق على البروتوكول الصحي لصفاكس، حيث أعلنت الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير في بيان لها أمس الثلاثاء أن اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا وافقت على البروتوكول الصحي الذي قدمته الشركة، وذلك تحسبا لاستئناف النشاط الاقتصادي على مستوى قصر المعارض. هذا ويمكن الاطلاع على بروتوكولها الصحي وتحميله من موقعها على الويب. ومن أخبار الصحف الوطنية إلى أهم العناوين الدولية الصادرة نهار اليوم والمستهل من جريدة لوموند الفرنسية، والتي عنونت إجراءات أمنية وصحية مشددة في واشنطن لتنصيب جو بايدن، وجاء في المقال حفل تنصيب الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية جاء مختلفاً واستثنائياً هذه المرة، حيث ستنتشر في العاصمة الأمريكية قوات من الحرس الوطني سيصل عددها 25,000 بهدف ضمان أمن منطقة حمراء تمتد من كابيتول هيل الواقع ضمن نطاقه مقر الكونغرس، حيث سيؤدي بايدن ونائبته كامالا هاريس القسم وصولاً إلى البيت الأبيض، خاصة بعد هجوم أنصار ترامب على الكابيتول في 6 من الشهر الجاري، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية التي حتمتها جائحة كورونا. وبجريدة القدس العربي نطالع مقالاً تحت عنوان أمريكا تعفي جماعات الإغاثة من العقوبات المتعلقة بالحوثيين في اليمن، ونقرأ في تفاصيل الخبر أعفت الولايات المتحدة جماعات إغاثة متعددة منها الأمم المتحدة والصليب الأحمر من العقوبات المتعلقة باليمن، وفقا لإشعار نشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت أمس الثلاثاء. وجاء في الإشعار أن الإعفاء من إدراج جماعة الحوثي اليمنية على القائمة السوداء يهدف إلى السماح لجماعات الإغاثة بدعم المشاريع الإنسانية وبناء الديمقراطية والتعلم وكذا حماية البيئة، تضيف الجريدة. مشاهدينا، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الجولة الإخبارية. فقرة برنامج هذا الصباح متواصلة عبر الإخبارية الجزائرية، ورفقة زميلة فايزة باشي، عودة إليك. شكرا لك يا أسماء، نلقاك في أعدادنا بحول الله. شكرا. إذن مشاهدينا، الآن أول تقاريرنا هو رحلة إلى عالم التكنولوجيا كالعادة، أعده لنا حمزة عبان الذي تابع آخر التطورات والإبداعات التكنولوجية. كل يوم تخرج لنا المصانع أدوات تكنولوجية غاية في الروعة، تسمح لحياتنا بالتطور والتقدم للأفضل، خاصة أن هذه الآلات أصبحت جزءا من حياتنا فلا يمكن الاستغناء عنها. بعد التقدم الملحوظ في الدرون الطائر، فكر المبتكرون في اختراع درون مائي يسمح لنا بتصوير فيديوهات تحت الماء بنفس نوعية الصور العادية. ونحن في العطلة الصيفية، هذا الاختراع سيوثق خرجاتنا تحت الماء. هذه الآلة تبقى تحت الماء لساعة واحدة، ويمكن ربط هذا الدرون بالهاتف الذكي لتسجيل الفيديوهات والصور. لمحبي الديكورات، هذا الجدار الضوئي الذي يسمح بالإضاءة عند الحاجة سيكون الديكور الذي يحتاجه الكل، خاصة أنه مقتصد للكهرباء. مكونات هذا الجدار يمكن تعديلها في كل وقت لتمنحنا ديكورا يليق بالمنزل، كما يمكن إشعال جزء من الديكور للقراءة أو العمل. الكل لديه
أكثر من جهاز تحكم في المنزل، فقد نجد جهاز تحكم خاص بالتلفاز ومكيف الهواء وغيرها من الأجهزة. هذه الآلة تلخص لنا كل أجهزة التحكم في جهاز واحد، خاصة أن لديه تطبيقا خاص يمكن تنزيله في الهاتف، فبه نجعل الهاتف جهاز تحكم موحد لكل الأجهزة. حقا هذا الجهاز سيساعدنا كثيرا في المنزل. وصلت تكنولوجيا الطباعة الآلية إلى درجة تسمح لنا بكتابة ما نريد بهذه الآلة الصغيرة، فيمكن من خلالها الكتابة في الخشب بالألوان متعددة. كما يمكنها الطباعة في كل الأسطح، خاصية هذه الآلة أنها تعطينا نتائج جد مرضية، خاصة في نوعية الألوان، فلكل محب للطباعة على الأشياء هذه الطابعة ستكون الآلة المفضلة. إذن مشاهدينا من عالم التكنولوجيا، أستقبل معكم ضيف الصباح، ولكن بعد هذا الفاصل. دعا الوزير الأول السيد عبد العزيز جرادة في تعليمة وجهت إلى الولاة إلى احترام الآجال القانونية لتسليم عقود تعمير أو التبليغ عن الرفض من قبل السلطات المختصة، وذلك في إطار عصرنة الإدارة وتقريبها من المواطن، وكذا عملا على تحسين المحيط الاقتصادي. أهمية تعليم الفحوى والمضامين وأيضا الأثر على الحياة العامة والمحيط الاقتصادي مع الخبير الاقتصادي سيد عبد الرحمن بنيامين. سيد بنيامين، صباح الخير. صباح النور، شكرا على الاستضافة. شكرا لك على تلبية الدعوة. بداية سيد بنيامين، هذه التعليمة جاءت في وقت ونحن نعيش على وقع عدة تغيرات، خاصة فيما يمس عصرنة الإدارة، تقريب الإدارة من المواطن، وأيضا تحسين المحيط الاقتصادي. فيما تكمن أهمية هكذا تعليمة، الإسراع في تقديم عقود التعمير في الأجال المحددة وحتى التبليغ بالرفض في الوقت المناسب؟ شو، بسم الله الرحمن الرحيم. لازم اولا التعليمه دليل على انه كاين تواصل في المعلومه، هذا امر يعني مستحسن. لكن قوه التعليمه في موضوع التعليمه، موضوع التعليمه الرخصه. الرخصه لازم نعرفوها ببساطه باش تبان ثقلها وتبان الاهميه الاستراتيجيه تاعها والتكتيكيه. الرخصه معناها رانا نبني في الجزائر، هنا تحبس، تنطلق من البلديه، مجموعه البلديات، الولايه، مجموعه الولايات، وتهيئة الاقليم ككل. اذا هذه الرخصه كي تتعطل معناه كل المشاريع تتعطل. والعقار اقتصاد، سواء كان سكني، سواء كان تجاري، سواء كان مكتبي، سياحي، فلاحي، صناعي، هذه كل هذه العملية، كل هذه العمليات عفوا، وهذه المشاريع تحتاج إلى رخص. إذا تعطلت الرخص معناه تتعطل هذه المشاريع، وتعطل المشاريع وش معناه؟ معناه تعطل الاقتصاد. تتصور واحد ينتظر في مشروعه التجاري باش 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 يأجره، واحد ينتظر في مشروع عقاري سكني باش الناس تسكن. وأهمية النقطة في زيادة على الرخصة، لما يوقع تعطيل يوقع تأخير، ولما يوقع تأخير يوقع ديكالاج في السوق. يعني الإنسان انطلق بمشروع بهندسة مالية، تتأخر له الرخصة سنتين ثلاثة، سنة ونصف، وبالتالي كل شيء يتعطل، وهنا يوقع تذبذب حتى في النظرة الاقتصادية. وبالتالي تدخل للحكومة ولا تدخل للوزراء أمر ضروري ضروري وضروري جدا. النقطة المهمة هنا في الرخصة، يعني التعليمة تهبط للإدارات، صح كما تفضلتي وقلتي تقريب الإدارة من المواطن، لكن الميكانيزم وش هو؟ الميكانيزم هو أن الرخصة تجي في الشباك الموحد، لو غيشي اونيك. لكن يسامحوني يعني رؤساء البلدية والولات، راح نقدم ملاحظة وهي ملاحظة ميدانية ويأخذها برك بصدر رحب، وهي بسيطة جدا. لوكيشي اونيك ماشي معناه يحطوا عندك وتريح وتربع يدك وتسكت، لا لا، لوكيشي اونيك معناه انك انت النواه، انت لو باري سونتر تاع كل الهيئات اللي تمد الرخص الجزئيه اللي كلها تكون رخصه كليه. اذا رئيس البلديه ولا الوالي لازم يتابع هذا بدقه، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، في الرخصه عموما كاين عده هيئات، لكن الهيئات القويه والمهمه جدا
اللي هي لا دوش لو سيرفيس تكنيك المصلحه التقنيه ولا بروتيكسيون سيفيل. هذو ما نقدروش يعني نطلبوا منهم انه يتجاوزوا على امور، لكن متابعه الملفات اين العائق؟ هل باسكو انت بروتيكسيون سيفيل عندك ملفات عديده وما قدرتش تلحق لهذاك الملف؟ هنا يعالج بطريقه تنظيميه ماشي بطريقه تسريعيه. هل انت التقني عندك لا دوش باغ اكزومبل سيرفيس تكنيك، هل عندك ملفات عديده وما قدرتش تلحق لهذاك الملف، ولا هذاك الملف فيه عائق وطالب الرخصه؟ يعني اين تكمن المشكله؟ ايه وطالب حتى الرخصه حتى انه التعليمه اعطت عدد حق الحق للمواطن في انه كانت صريحه وواضحه جدا التعليمه، حتى في حاله الرفض يجب اعلام المواطن في الوقت المناسب. شوفي سيدتي الكريمه، اولا توقيت تاع كل رخصه على حسب مستواها بلديه ولايه مركزيه مقنن، لكن انه اعطاء الحق للمواطن هذا هو الاصل. لانه المواطن علاش نعطي له الحق في البدايه الى ديبوزي؟ نعم. لكن وقتاش المواطن سواء كان مواطن عادي يبني سكنه ولا مستثمر، وقتاش ممكن يكون هو المسؤول في 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 مستوى معين؟ لو كان مثلا هذيك الهيئه طالباته بتعديل المخططات تاعو، طالباته بتصويب المخططات حتى تكون موافقه لسلامه وامن المواطن، وهو ثاني يتعطل ويقعد 6 شهور باش يعاودها. نعم. هنايا ثاني ما يقدرش واحد لانه هو اللي ما يقعد 6 شهور، كاين ملفات اخرى تراكم، وهنا لا ادافع عن اي هيئه، بل ادافع على ان تراسابيليتي صدر تسلسل الحلقة. إذن رئاسة الحكومة ورئيس الحكومة مد التعليم لصالح المواطن لأنه هو الأصل دار ديبو. نعم. تبقى من بعد التسلسل في المصلحه حتى نصل للرخصه او لرفض الرخصه. قبل ان نشرح هذا الواقع وهذا التسلسل حتى نعرف اين كان يكمن الخلل وكيف يمكن الحل، نعود الى هذه التعليمه وصدورها من مصالح الوزير الاول، هذا التواصل كما اشرت في البدايه بين المواطنين لانها صدرت كما جاء في البيان تبعا لعده عرائض وشكاوى مقدمه من مواطنين من متعاملين اقتصاديين وصلت الى مستوى الوزاره الأولى بأنهم فعلا يعانون من هذه المعضلة، معضلة تأخر تقديم رخص البناء، كل ما يتعلق بتفعيل العمل على مستوى هذا القطاع الحساس. شوفي سيد الكريمة، الكلام هائل ومتمركز، لكن هذا التواصل فيه جانبين. اولا الجانب الاول ان المعلومه راهي تصل للاعلى من الاسفل الى الاعلى، لكن الجانب الثاني والمهم تفعيل هذه المعلومه، لانه الاصل تفعيل الاقتصاد ماشي تفعيل الرخصه، الرخصه راهي اداه لتفعيل الاقتصاد. اذا الحكومه كرئيس حكومه يشرف على تفعيل الاقتصاد وعنده مشروع اقتصادي حتى نتحول من الريع البترولي الى الريع الاستثماري الغير بترولي. اذا الاصل هو تفعيل الاستثمار. برك الشيء اللي مازال نظن ميدانيا ما المش هو انه مازال ما لمسناش بانه العقار اقتصاد. اللي راه يسمع فيا ولا راه حاضر ولا اي مسؤول يسمع الان، الى كاين مشروع واحد واي مشروع اقتصادي ممكن ان يتحرك بدون عقار؟ ما كاش. تروح للعقار الصناعي، تروح للعقار الفلاحي، في مناسبه قلت لهم العقار الفلاحي يحتاج الى رخصه، قال لي العقار الفلاحي فلاح ما تحتاج الى رخصه. لا، العقار الفلاحي يحتاج الى تهيئه، يحتاج الى بناء، وهذاك البناء ما تتجاوز نسبه. اذا تفعيل الرخصه هي تفعيل الاقتصاد. اذا لازم هذا النظره تنزل. علاش قوه التعليم لما تجي من رئاسه الحكومه تنزل بلغه حذاري، تعطلون المواطن، تعطلون المستثمر، تعطلون الاقتصاد. اذا الى الاقتصاد تاعنا راهو يتعطل بالرخصه ماهوش يتعطل بامور اخرى، اذا لما نلحقوا الامور الاخرى واش نديروا؟ وبالتالي لما تهبط عند رئيس البلديه ونعاود نرجع معذره للشباك الموحد. نعم. الشباك الموحد ماشي تحط ملف وتريح تسنى. الشباك الموحد يستدعي المتابعه والهيئات. ربما رئيس بلديه ولا والي يقول لي سمي مين احنا نروح نقعد نعيط للهيئات وراه القانون ما يمنعش. شوف على بالك القانون القانون او فيه زاويتين، فيه الشيء اللي يمنعك منه وفيه الشيء اللي يطلبك تديره والشيء اللي ممكن تديره انت وما يمنعكش القانون. انك انت تتبع الهيئات قال وش هي الاشكاليه في هذا الملف وعندك لجان. شوف كاين نقطه مهمه سيدتي الكريمه، هو انه على مستوى البلديه ولا على مستوى الولايه كل الهيئات المتواجده في الوزارات موجوده، كل التخصصات، باش نعرفوا لاي درجه هذه الرخصه مهمه. يعني هي نقطه في بحر، لكن هي البحر ككل هي بحر الاقتصاد. وبالتالي انه يتابع كل الهيئات
ويتابع هذا الملف. ونشير أن هذه الرخصة مدفولة في القانون، عندنا القانون المرسوم التنفيذي 15-19 المؤرخ في يناير من 2015. نعم، من 2015 اللي يمنح حق الحصول على هذه الرخصة. اليوم الطلب باحترام هذا القانون وتنفيذه وتفعيله على أرض الواقع. شوف، نحن نحطوا نقاط العوائق من راهي. المواطن يحط الملف، النقطة الأولى، سواء رئيس البلدية ولا الولاية، الشيء اللي لمسناه من الميدان، لكن احنا نقولوا الشيء اللي لازم يكون باش ما نتكلموش على الميدان، هذاك أمر ثاني. ماشي هو ميدان الحق، هو أنه الملفات لا يجب أن تسجل بالأرقام، قال نيميرو 1 نيميرو 2، سجلها كما تحب، لكن على رئيس البلدية وعلى الوالي أن ينظر لهذا الملفات على مستوى الخريطة. هذا الرخص هذه اللي راهي متعطله واش تشكل لي في الخريطه كنظره اقتصاديه في تحريك البلديه؟ لانه دائما نسمع نفس الجمله، على رئيس البلديه ان يحرك الاستثمار، على الوالي ان يحرك الاستثمار. كيف يتحرك الاستثمار؟ يتحرك بعقد اداري وهو عقد التعمير، ويتحرك بتمويل بنكي، وهنا راح نجي لنقطه مهمه جدا اللي هي تتحرك. نرجع للعقد الاداري، اذا نشوفها في الخريطه، عندي 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 مستثمر راح يدير لي مركز تجاري، عندي عندي مستثمر راح يدير لي فندق، عندي مستثمر راح يدير لي عقار مكتبي، قال يا جماعه هذو جمعوهم لكل في انسل كلاسر، وهذا الملفات جمعوهم الكل وشوفوا لي واش وين هو العائق على مستوى لا بروتيكسيون سيفيل، على مستوى لا ديريكسيون تكنيك. الى بقى باش على بالك باش ما يبقاش الواطن يديبوزي ويبقى كوم فيكتيم. الى تجيك بعد انت المعلومه من عند لا بروتيكسيون تكنيك، من عند لو سيرفيس تكنيك ولا من عند لا بروتيكسيون سيفيل، باللي هذا الملف رانا طلبنا منه تحيين مخططاته وتحيين لي نوت دو كالكول وكل ما شي مطلوب، والمواطن ما رجعش. هنا لازم تسجل هذا النقطه على هذا المواطن. علاش تسجلوا؟ لسببين. اولا دير عملك، ربما يكون في ايضا خلل في تبليغ المواطن بنتيجه التحقيق. ابسولوتلي متابعه، هو المواطن يتابع، لكن متابعه. وكذلك ثاني نقطه مهمه، المستثمر، لأن المواطن عنده دو كاسكات، يعني ما يكون مواطن بسيط راه يبني في سكنه، وهنا نفتح قوس بعجاله، شوف باش نخرجوا من البناء الفوضوي، يجب نعجلوا في هذاك المواطن اللي راه طلب رخصة باش يبني سكنه، لأنه البناءات الفوضوية اللي دخلنا فيها سابقا، كاين أسباب، كاين اللي تعطي له رخصة وما يحترمش الرخصة، لكن اللي أو يبني باش يسكن، أعطي له الرخصة باش ما نعاودوش نجوزوا مرة ثانية للفوضوي ونفعلوا قوانين أخرى. نجوز للمستثمر، انت المستثمر لما تتبعه وتشوفه بلي ما يحينش مخططاته، قال يا حبيبي انت مستثمر وانا هالاستثمار المركز التجاري اللي نحتاجه، يا تحين مخططاتك وتقدمها للهيئات وانا محتاج هذا المركز في نهايه 2021، يا اما خليني نجيب مستثمر ثاني. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية واللي انادي بها من هذا المنبر، سواء رؤساء البلدية ولا الولات وعليهم تقدير ذلك ولا الحكومة تقدر ذلك، هو انه الوالي ورئيس البلدية كيفاش يحرك الاستثمار. الاستثمار يحتاج إلى عقد إداري للتعمير، يعني الرخصة وغيرها من الرخص، إلى شهادة المطابقة، إلى شهادة الاستغلال، لأنه هذه تجي من بعد، لكن اليوم تاعنا رخصة البناء. لكن يحتاج إلى تمويل. إلى هذا السيد طلب مني رخصة وما عندوش دوره باش يستثمر، فستتعطل كل العملية الاستثمارية، نولي أنا ندير كل العملية الاستثمارية، كل العملية. وبالتالي على الوالي وعلى رئيس البلدية يطالب هذا المستثمر. قال تمويل كيف؟ تمويل ذاتي، ما هي الأدلة؟ لازم البلدية. لأنه نعم أستاذ بنيامين، طيب، ونقطة أخرى لم تغفلها هذه التعليمة، بهدف طبعا تسهيل عمليات المرافقة وتفعيل هذه العملية، متابعة كل الملفات على مستوى كل بلديات الوطن، إنشاء نظام معلوماتي رقمي عصري لمتابعة هذه الملفات بطريقة شفافة. شوف لو سيستيم دانفورماسيون ولا الهندسة المعلوماتية ولا لانجينيري دو لانفورماسيون نقطة ضرورية، باش حنا من ما يقعدش هذا مشروع يقعد حلم. شوف لو سيستيم دانفورماسيون فيه دي نيفو، ننطلق من المستوى البسيط، اني تكون عندي المعلومه متسلسله، قال هذا الملف دخل عندي في هذا التاريخ، وهاو العناصر اللي فيه وهاي العناصر الناقصه، خلاص راهو كامل الملف. متابعه بطريقه، والله نقول لك حاجه سيدتي الكريمه، لما نقولوا مرقمنه ديجيتاليزي مليح، شوف تبدا غير ما في ان بتي طابلو اكسل
وهذه تعتبر رقمنا من الدرجة الأولى أنه المعلومة تكون متوفرة من كل البلديات. ومن بعد هذا هو المطلوب المستوى الأول، ومن بعد نجوزوا التطبيق يعالج هذا 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 البنك المعلومات، لأنه لما تكون المعلومة ولما تكون المعلومة شوفي سامحوني على بك كاين تطبيق جد بسيط جد بسيط يخلي لك المعلومة تشوفها على الخريطة. لما تشوف خريطة عندك 16 طلب رخصة بناء كلهم في منطقة واحدة ويكونوا لك قطب ويحركوا لك قطب. انت كرئيس بلدية وكوالي تحكم هذيك الملفات ويكون همك اليومي من 8 حتى 5 تاع العشية. وبالتالي الرقمنة والمعلومات هذه مهمة جدا، لأنه نزيد رقمنة واحدة أخرى. قال انت المستثمر جيب لي معلوماتك حول البنك، إلا ما عندكش تمويل ذاتي بون أنا ما نمنعكش الحق القانوني يعطيك باش تدي رخصة استثمار، بصح بالعقل إلا ما عندكش تمويل ذاتي وعلاش تعطل لنا وتعطل لنا الآخر، واش هو العائق؟ كاين نقطة قانونية مهمة ونظن يجب أن تعالج بطريقة اقتصادية مستقبلا وراح تكون موضوع ثاني، هو أنه على بالك مالك القطعة الأرضية ولا واحد يرغم باستغلالها، وهذه في الدول الأخرى مكاش إرغام. نقطة مهمة برك خلينا نعرج عليها 30 ثانية، مكاش واحد يرغموا باستغلالها، لكن الاقتصاد ممكن يرغموا، بمعنى أنه تطلع مشاريع في هذه المنطقة وانت تريح ما تقدرش تبني، وش راح تدير؟ يا تبني يا تبيع. هنا تبنى كل البلدية، وإلا وعلاش يتبني يتبيع؟ لما تطلع مشاريع صاحب القطعة الأرضية يا إما يلقى فايدته في بيع القطعة الأرضية، واحد يقول لك علاش يبيعها؟ يبيعها لمستثمر ثاني اللي عنده التمويل واللي عنده الضمانات البنكية اللي تجيب تمويل. وبالتالي نطلب من رؤساء البلدية ومن الولات يطلبوا من المستثمرين على مستواهم ماشي فقط على البنك، ما هو التمويل؟ ما هي الضمانات اللي عنده؟ إلا ما عندوش ضمانات وإلا ما عندوش تمويل ذاتي وعلى بالك بلي راح يديك على 4 سنين ولا 5 سنين باش يدي تمويل، وما بعد يقول لك البنك ما عطاليش. شوف هنا نقطة مهمة، البنك عنده شروطه، عنده شروط. البنك شركة اقتصادية متعامل اقتصادي، لازم يحقق ربح ولازم يحترم المخاطر اللي يعمل فيها. وبالتالي البنك إلا ما عطالكش واش هو مشكلك؟ أنا راح أبعد من هذا، واش هو الشيء اللي يمنع رئيس البلدية ولا واحد من اللجنة أنه يدير اجتماع ثلاثي ولا رباعي بين كل الأطراف المهيكلة للمشروع الاستثماري؟ هذا هو واش معنى تفعيل الاستثمار؟ لأنه تحريك الاستثمار بجملة بسيطة هو أنك تبني مشروع يدخل لك مال. هناك نقطة مهمة أيضا هي إعادة تفعيل الحق في الطعن في الوقت المناسب في حالة عدم الحصول على الرخصة أيضا. هذه مهمة من جدا من خلال هذا النظام الإلكتروني والمعلومات المتطور. أبصري هنا لازم وهذا الطعون خاصة المواطن اللي يبني باش يسكن، أي مهمة جدا، لأنه شوف المواطن البسيط اللي يبني ويش ويسكن يعني ويسامحوني ماهيش رخصة من عندي، لكن ما تعطيلوش رخصة يبني، وهذا الشيء اللي وقع. لكن هي إن شاء الله لما تكون مراقبة وما راحش يبني، لكن سهلوا في هذا فيما يخص المواطن البسيط اللي يبني باش يسكن. فيما يخص المستثمر هذا يتابع بدقة لأنه المستثمر هو أصلا ماذا به السرعة والتسارع في العملية، لأنه ماله متعطل واستثماره متعطل وماذا به في أقصى حد من الوقت أنه يبدأ الاستثمار. وبالتالي إلى ما عطاولوش الرخصة لأسباب يراها يعني فيها ظلم عليه ولا راح يدير الطعن. وهنا نقول باللي هذه الطعونات المهمة لازم تطلع الفوق، لازم الطعونات يعني الطعونات في المشاريع الاستثمارية الكبرى لازم. علاش لازم تطلع الفوق؟ لأنه لما يجوا أرباب العمل يديروا لقاء مع وزير ولا مع وزير أول راح يطلعوا له العوائق، هذوك العوائق تكون طلعت مقبل للفوق وتكون درست وتكون ينزل لها الحل قبل ما يطلعوا أرباب العمل. نشير إلى تعميم المعلومة، تعميم هذا النظام المعلوماتي الذي تشير التعليمة أنه لا يتوقف عند البلدية فحسب، وإنما ينتقل إلى المصالح الإدارية في الولاية إلى أن يصل إلى أعلى المستويات، يكون متاح لجميع الأطراف للإطلاع عليه، للإطلاع على مدى تقدم الملفات وعلى مدى متابعتها ومرافقتها أيضا. شوفي والله سيدتي الكريمة، الدول الغربية قبل ما تدخل في التطبيقات الصعبة وليكونو لوجيسيال دخلوا سكون أبل لي بي بي آر لي بوتي بروغرام رابيد، ومعمومين على تطبيق إكسل. البلدية تدير على تطبيق إكسل، البروتكسيون سيفيل تدير على تطبيق إكسل، الملف رقم 76/2021 دخل بهذا التاريخ وهو في طي الدراسة، الدراسة وصلت إلى 80%، بتقديرنا الملف سينتهى منه في 20 يوم، تلحق هذه عند البلدية وتلحق له تاع راديوش واشن هي كيفاش يقولوا لي ريزيرف
الوفين لما لو غيش اونيك تكون عنده كاع المعلومات يعرف باللي ماهوش شباك فقط لاستقبال الملفات بل شباك لاستقبال الملفات وتسييرها وضبطها حتى تصل الى منتهاها اللي هو الرخصه. والوالي بحكم مسؤوليته ولرئيس البلديه بتفعيل الاستثمار يتبع هذا الرخصه هذه اللي هي عمليه بناء فوق قطعه ارضيه يتبع ما مدى تمويلها باش يتفعل هذاك الاستثمار ومده الاستثمار. اللي ادى رخصه وراح يديني 4 سنين ما نستناهش يديني 4 سنين، لازم نتابعه. الا عنده منحنى تاع يديني 4 سنين، ما عنده تمويل ذاتي، ما عنده ضمانات، والبنك ما راح يعطي له لانه ما عندوش شروط الاخر، هذا نطرح له. يا اما تجيب شريك، يا اما تبيع، يا اما تفتح لي بار تاعك، يعني كل حلول التمويلات الاخرى لازم يفقهها الوالي، يا اما يكون عنده مستشار، يا اما هو يفقهها، يا اما يكون لجنه يكونها في 3 شهور تعرف الاليات تاع التمويل على مستوى البنك، ويتصل ويكون على عين بكل المديريات البنكيه الموجوده في الولايه تاعو، بكل لي زاجونس بونكير اي اسورونس، هذو هما المهمين الموجودين على مستوى البلديه. هذا واش معناه تفعيل الاستثمار؟ الا ما مشيناش بهذه الطريقه، اللي راهو يسمع فيا يقول لي لا كاين طريقه اخرى. تفعيل الاستثمار هو ربط كل الاطراف لتعطي هذيك الليتنسال. وهنا نعيد للبلديه الدور المحوري في تفعيل هذه العمليه، تفعيل الاستثمار من خلال تقريب الاداره، تذليل الصعوبات، القضاء على البيروقراطيه والاستماع الى انشغالات المواطن سواء كان مواطن عادي او متعامل اقتصادي. هذا هو هذه العمليه الاداريه كونتمبوران. لما نقولوا دور الاداره هذا هو، ربما رئيس البلديه ولا الوالي يقول لك انا ما عنديش مال باش ندير استثمار. يا حبيبي شوف الاستثمار، يا اما تفعل الناس يديروه، يا اما ديروا فوق قطعه مؤجره، يا اما تسير يا اما لك كان عندك مال انت ولا البنوك عطاه لك تفضل، لانه هنا كاين امر ثاني ضمانات ولا هذا موضوع ثاني. لكن عمليه تفعيل الاستثمار هو ربط كل هذيك النقاط. نعم. وتعرف في اللحظه كما الموتور كينوض، وتعرف في اللحظة اللي تضرب لي تنسال، قال الآن عندك رخصة، عندك تمويل، عندك 36 شهر في هذا. هنا نقطة مهمة في التأخير. لما نعطوا له 36 شهر متابعة المشروع، ماشي نقعد نتابعوك يخلصوا 36 قال لك شو عطيت لنا 36 وما كملش، لا، شوف كاين منحنى متابعة. إلا أنت خدمة تاع شهرين ديرها لي في 12 شهر، على بالي بالك تديني 7 سنين. إذا أنا لازم نجلس معاك ونشوف واش هي اشكاليتك. الا ما تقدرش تكمل المشروع راح نتفق معاك على الاقل دير قضيه مناوله، تكون على الاقل سوتريتونس. انايا هو المسؤول على المشروع، انا رئيس البلديه وهذا المركز التجاري لازم يفتح في نهايه 22. هذا هو واش معنى تفعيل الاستثمار. وهذا الامر يحتاج الى تكوين بسيط، يحتاج الى سكون ابالي سونسيبيليزاسيون للجان، وممكن استشارات في المرحله الاولى ومن بعد تنطلق البلديات والولايات في ذلك. وتبقى يبقى هذاك التواصل المعلوماتي، لانه الشيء اللي رانا نتكلموا فيه سيلي بازيك، يعني كيفاش نحركوا الاستثمار. لكن هذا ما يمنعش انه تكون عوائق، والعائق واش هو؟ سي ان بروبليم كيل فور ريزودر. ان شوز سور ماناش طالعين للقمر. اليوم الاراده متوفره استاذ بنيامين، الاراده متوفره، كل الظروف حتى الاطار القانوني ايضا متوفر، المطلوب هو تنفيذ القانون، احترام الاجل، والكره الان في ملعب تفعيله. الولات عند الولات الان، الولات هم من عليهم السهر على تطبيق هذا خاصه فيما يتعلق برخص البناء، القضاء على هذه المعضله. كيف تتوقعون اثر هذه التعليمه الان على ارض الواقع؟ والله شوف لما نشوف لغه رئاسه الجمهوريه مع الولات، ولما نشوف التعليمات رئاسه الحكومه مع رؤساء البلديه ومع الولات، ولما نعرف دور الولات كوظيف عمومي، انا نظن ما كاش خيار، راح لازم يكون رد فعل ايجابي ولازم يكون تفعيل، والا اللي ما راحش يفعل راح يفعلوه، يعني دوك راح يرغموه باش يتفاعل على الاقل، اللي ما يعرفش ينسق مع ولات واحد اخرين عندهم تجربه. وهذه نقطه مهمه جدا، التحالف بين الولات يتم معذره امر ممكن يتغاضاه الولات ولا يتعاملوا فيه في حاله الصداقه فقط، لكن كاين امر مهم، التحالف بين الولات يتم هو التبادل التجريبي، هذاك عنده اكسبيريونس جاز او 10 سنين جاز والي، كان حاكم منصب في بلديه، كان حاكم منصب في هيئه، هذه الاولى. ثانيا تفاعل بين الولات في انشاء المشاريع الكبرى، ولايه عندها عقار كبير وما عندها شمال، بلديه بلوتو عندها عقار كبير وما عندها شمال، بلديه عندها مال وما عندهاش عقار، والصندوق التشاركي والتضامن بين البلديات يخلي مشاريع كبيره تنشا، لانه الحدود بين البلديات ليس تقسيم الجزائر، هو تقسيم المسؤوليات،
وبالتالي إنشاء مشروع تشاركي بين بلديتين بتمويل من طرف وبتوظيف توفير القطعة الأرضية من الطرف الآخر، هذه عملية قوية قوية يفعل فيها الاستثمار. هذا عنده قطعة أرضية وهو مال، وهذا عنده مال وهو مال، شراكة بين الاثنين، مشروع استثماري يفيد البلديتين، وإذا كان كبير ممكن يفيد البلديات الأخرى والولايات المجاورة حتى. بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين، الدفع الإيجابي لتمنح هذا التعليم خصوصا ونحن نعيش على واقع ضرورة تحقيق الإقلاع الاقتصادي خارج قطاع المحروقات، تنفيذ المخطط مخطط الإنعاش الاقتصادي. شوف المتعامل الاقتصادي دوك عنده 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 ولايات رفيده، يتنقل بها عند الوالي ويتنقل بها عند البلدية، قال يا جماعة أنا حطيت ملفي هاي التعليمة، أعطوني وضعية ملفي، أين موقعي من الإعراب في هذا الوضعية؟ أنا طالب عقار صناعي، عندي عقار صناعي، راني ديته مدته لي رخصة، مدته لي كونسيسيون، وراني طالب رخصة، والبنك تاعي يستنى فيا باش يمولني، والبارتنير تاعي اللي يجيب لي ليكيبمون وجدوا، دوك أنا راح تأخروني في كل هذه المشاريع، لأنه على بال كاين ناس تجيب ديزيكيبمون من ليترونجي، وهذوك ليكيبمون الناس تحضر قبل ما دير مشروعها، لما كل هذه الأمور تتعطل، هو لما يطرحها في لقاء ولا في إرسالية مرفقة بإرسالية رئيس الحكومة، نظن ما راحش يكون رئيس بلدية ولا والي ما راحش يتحرك، وبالتالي المستثمر راح يدفع الولاية ومش يدفع هذاك نسموه احنا سنة التدافع. المستثمر بقوته مستثمر ويحب يحقق المستثمر حتى المواطن عليه أن يمارس حقه في المطالبة بتفعيل هذه الحقوق. أنا نديها كوبين، نديها كوبين وندير إيلاتر ونشرح مشروعي، وقال حطيت ديلدات، قال لي عاودي عيطوا لي عليه يومين نتلاقاو وقولوا لي واش هي موقعي من الإعراب، وإلا هذا هو التفعيل. انا نظن هذه التعليمه راح يكون عندها صدى كبير ويبين نقطتين، المشاريع اللي تحرك والمشاريع اللي فيها عائق جدي اللي لا يمكن رفعه ولا رفعه يحتاج الى الى الى, إلى دراسه خاصه انتريتمون بارتيكولي، هذيك على الاقل نفصل الملفات اللي عندها انتريتمون بارتيكولي مع الملفات اللي ممكن تمشي باش ما نوقفوش كل البلديه. كخلاصه ككلمه نهائيه ولا ما كاش اسئله تدخل لك، انه الرخصه اقتصاد، الرخصة عقار، والعقار اقتصاد. لما تعطل الرخصة راك تعطل تهيئة الإقليم الجزائري، هذا هو اللي لازم نفهمه حنا. انا قطعا بالعاصمه، ولازم عقليتي كخبير ما تكونش فقط بالنسبه للعاصمه، كاين ناس عندهم اراضي فلاحيه، كاين اراضي صناعيه، كاين ناس قادره تبني 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 مناطق سياحيه بسيطه، كاين ناس نسمع في رئيس بلديه يقول لك انا تركوني ندير صالدفات، ندير حمام، ندير كذا. لماذا؟ باش يدخل مداخيل للبلديه ويصرف على هذيك البلديه وياخذ الاستقلاليه. شوف امر مهم جدا في التجاره وفي الاستثمار، لما بلديه تاخذ الاستقلاليه بالاستثمار وتبدا تدير مداخيل، يبدا الغيث بقطره، ولو كانت المداخيل قليله راح تتطور وتولي غنيه. اليوم الاهم هو ارساء هذا الفكر، هذا الفكر لمؤسسات تسيير البلديات بهذه الطريقه وتفعيل الاستثمار، ماشي الشبك الوحيد وتقعد في مكتبك ومعذره لزملائنا الولات والرؤساء البلديه. طيب، انك تخرج وتتابع كل ملفات على مستوى الهيئات تفعيلها مع البنوك وشركات شركات التامين. نعم، اشكرك جزيلا الخبير الاقتصادي الاستاذ عبد الرحمن بنيامين على كل هذه التوضيحات. شكرا على تلبيه الدعوه ايضا. ربي يبارك. اذا مشاهدينا متواصلون دائما معكم بعد هذا الفاصل. في إطار إجراءات مكافحة جائحة كورونا، قررت الحكومة إجبار المواطنين على حمل القناع الواقي للحد من انتشار الوباء وانتقال العدوى بين الأفراد. وضع القناع الواقي إجباري وعدم الالتزام بهذا الإجراء الصارم يعرض المخالف لعقوبات قانونية. يمنع منعا باتا دخول الأماكن العمومية كالأسواق المغطاة وغير المغطاة والمحلات التجارية والمقابر والمرائب دون ارتداء القناع الواقي، إضافة إلى التباعد المكاني والمسافات. وضع في متناول المواطنين الحصول على الأقنعة الواقية على نطاق واسع، وتتكفل بتوزيعها على المواطنين لجان المجتمع المدني ومختلف جمعياته. الحكومة لها الثقة المطلقة في استجابة المواطنين ووعيهم وتضامنهم في هذه المرحلة من التعبئة الشعبية للتصدي لوباء كورونا. إذن مشاهدينا وصلنا الآن إلى خدمة عمومية.
إلى قطاع الموارد المائية الآن، وبهدف الحصول على رؤية دقيقة حول أداء الخدمة العمومية بصوت أو بصوت ورأي المواطن، تحقيق اجتماعي يشمل كل ولايات الوطن بمشاركة 5000 جامعي. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يحضر معي على المباشر ضيفي السيد عقاد المهدي، مدير وكالة الحوض الهيدروغرافي بوزارة الموارد المائية. أهلا وسهلا بكم سيد. أهلا بك سيدتي، شكرا على الاستضافة وتحية إلى المشاهدين الكرام. شكرا لك سيد عقاد على تلبية دعوة البرنامج. بداية، التحقيق الذي بشرته وزارة الموارد المائية في مختلف ولايات الوطن انطلق فعلا منذ ربما أكثر من أسبوع بولاية وهران، هل لك أن تحدثنا بداية عن فحوى هذا التحقيق الذي هو في الأساس صبر للآراء للتقرب أكثر من المواطنين من المستهلكين للمياه مختلف أنواعها، المياه الشرب وأيضا مياه الري؟ بالفعل هو تحقيق أقرته وزارة الموارد المائية من أجل معرفة رأي المواطن من المصدر حول نوعية ومستوى الخدمة العمومية للمياه على مستوى العائلات والبيوت، وكذلك ولهذا الغرض تم يعني اختيار الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية للقيام بهذه المهمة، بحيث تم إنشاء لجنة وطنية لمتابعة والإشراف على هذا التحقيق، وإعداد قوائم من الجامعيين من شباب الجامعيين حوالي أكثر من 5000 جامعي للقيام بهذه المهمة والانتقال إلى العينات المختارة لاختيار يعني من خلال الاستبيان ويعني طرح الأسئلة التي تم حصرها في استبيان فيه مختلف المراحل لطرحها على المواطنين ومعرفة رأيهم حول يعني نوعية هذه الخدمة، حول نوعية يعني المياه التي تصل إلى الحنفيات، حول كيفية الاقتصاد فيها، حول كيفية حتى جمع هذه المياه المستعملة وطرحها في المصبات والشبكات التفريغ. نعم، التحقيق انطلق فعلا بولاية وهران، كيف كانت الانطلاقة وما هي سيرورة هذا التحقيق هكذا التواصل مع الزبائن بطريقة مباشرة؟ بالفعل التحقيق انطلق رسميا يوم الخميس الماضي يوم 14 جانفي الجاري، حيث أعلن عنه السيد وزير الموارد المائية من ولاية البوليدة، وتم الانطلاق في تقريب جميع الولايات الوطن بما فيها وهران والجزائر وغيرها من الولايات، بحيث يعني تم انتشار الشباب الذين تم اختيارهم للقيام بهذه العملية، ولحد يعني اليوم هناك أكثر من 40,000 استبيان تم جمعه تدوينه إرساله إلى الخادم الرئيسي، أين سيتم معالجة المعطيات وتحليلها واستخلاص النتائج منها. ما هي أنواع الأسئلة المطروحة في هذه الاستبيانات على المواطنين؟ نعم، بالنسبة للأسئلة تتمحور حول 7 محاور رئيسية. أولا تعريف بالزبون أو تعريف بالمستجوب، ثانيا معرفة الإطار المعيشي لهذا المستجوب، هل هو في المناطق الحضرية، هل هو في المناطق الريفية، في المناطق الجبلية. ثانيا معرفة وفرة المياه، هل تصله بانتظام، هل هناك اختلالات. ثالثا معرفة نوعية هذه المياه التي تصل إلى الحنفية، هل هي يعني من ذات نوعية جيدة، هل تشوبها بعض الشوائب، هل تشوبها يعني بعض الأمور التي تغير من نوعها أو رائحتها أو لونها. وهناك جزء مخصص حتى للفوترة وسعر المياه، كيف يتعامل الزبون مع مؤسسات التسيير ومع الفاتورة الماء ومعرفة سعر الماء الحقيقي. وهناك جزء ثاني أساسي مخصص حتى للاقتصاد في الماء ومعرفة مدى إدراك المواطن لضرورة الاقتصاد في استعمال المياه، ضرورة ترشيد الاستعمالات، ضرورة عدم تلوث هذه المياه والاقتصاد في استعمالتها المختلفة وتحسيسه وحسه في هذا المجال. وهناك جزء كذلك مخصص للتطهير، كيفية جمع المواد المياه المستعملة،
ونقلها في الشبكات، وحتى بعض الأحيان هناك تكون انسدادات، هناك تكون جيران على السطح، كيف يعني مدى معرفته بكيفية القضاء على هذه التسربات. كيف يتم التواصل مع العينة المستقاة لإجراء هذا الصبر للآراء، ثم كيف تم اختيار أولا هذه العينة، ولماذا تم التركيز على الجامعيين للقيام بهذا الاستبيان؟ هي تم التركيز، نبدأ من الأخير، تم يعني اختيار الاتفاق على اختيار جامعيين، لأن الجامعيين عندهم مستوى إدراك عالي جامعي، وثانيا لاستعمال تطبيق رقمي. طيب. هذه العملية سوف تجسد من خلال تطبيقات رقمية معدة من قبل خبراء مختصين، يعني وخبراء جامعيين، باحثين جامعيين تم تجنيدهم في هذه العملية، حيث تم إعداد تطبيق رقمي فيه جميع المعلومات والأسئلة المطروحة من أجل تسهيل عملية التدوين وعملية الإرسال الحينية إنستانتاني، وكذلك عملية الاستغلال والتحليل والمعالجة فيما بعد. كيف كانت استجابة المواطنين مع هذه العملية، مع هذا الاستبيان؟ في يعني كانت هناك عملية أولية، عملية تسبيقية، إجراء عملية تحقيق كعينة كتمرين استباقي لمعرفة نوع العراقيل، نوع الإشكالات التي قد تطرح من أجل تحيين وتحسين هذا التطبيق الرقمي الذي تم إعداده لهذا الغرض. وبهذا الشأن يعني تم تدارك بعض النقائص وتم تحسين هذا التطبيق من أجل يعني إعطاء انسيابية أكثر في استغلاله واستعماله لغرض تجسيد العملية في أرض الواقع. الأسئلة التي تضمنها هذا الاستبيان هي أسئلة دقيقة في بعض الأحيان، تخلينا بالفعل نعرف رأي المواطن، صوت هذا المواطن في الخدمة المقدمة في نوعية المياه خاصة. ما سيكون مصير هذه المعلومات؟ كيف سيتم استقراءها من أجل تحسين الخدمة العمومية؟ هو الحد في الهدف في حد ذاته هو معرفة هذه المعلومات وهذه المعطيات بموضوعية، ومن المصدر الرئيسي، المصدر هو المواطن، حقيقة ما يصل المواطن من نوع لهذه الخدمة. والأسئلة في مجملها يعني موضوعية تم مناقشتها مرات ومرات من خلال اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد هذه العملية والإشراف عليها، ومن بالتنسيق مع الخبراء المختصين في ميدان صبر الآراء. ومن خلال هذه الأسئلة سيتم استخلاص كل النتائج، كل يعني المتعلقة بخاصة بالنقائص، النقائص التي تسجل هنا وهناك في مجال الخدمة العمومية للمياه، وكذلك من أجل تداركها وإعطاء الحلول المناسبة. يسأل ما أثر ذلك على تزويده بالمياه الشروب، خاصة في المناطق اللي تشهد انقطاعات، لتشهد تذبذب في وصول المياه إلى البيوت. هذا هو الهدف الأساسي من هذا، لإعداد ورقة طريق للتكفل بكل هذه النقائص التي سيتم استخلاصها ولا سيتم يعني حصرها وجردها خلال هذه العملية. والعملية لا تقتصر فقط على المياه الشرب، وإنما تتعدى إلى مياه الري في المناطق الفلاحية. في المرحلة الأولى هي تتعلق بمياه الشرب والتطهير، ومن بعدها سيكون يعني توسيع إلى المياه الري والمناطق الفلاحية وكل ما يخص قطاع يعني الاستهلاك الفلاحي بشكل عام. نعم، واضح سيد عقاد. نتحدث الآن عن نقطة ضرورة اقتصاد المياه وترشيد استعمال هذه الثروة الحيوية أيضا. ما هي الاستراتيجية العامة لاقتصاد المياه، وكيف يمكن لنا اليوم أن نفعل دور المواطن في إطار بلوغ الأهداف المرجوة؟ الاقتصاد هو مبدأ أساسي في المياه، لأنه مهما كانت الكمية المتوفرة ومهما كانت البرامج التي تم يعني إنشاؤها من أجل تجسيد وتجنيد المياه، ستبقى محدودة إذا كان هناك تبذير في الجهة المقابلة، إذا لم يكن هناك اقتصاد. ومن هذا وجب
يعني ترشيد الاستعمال في مختلف المجالات، والعامل الأساسي هو المواطن، هو المواطن هو المستعمل، سواء كان في المياه الصالحة للشرب أو في الفلاحة أو في الصناعة أو في مختلف الميادين. إذا لم يكن لهذا يعني للمواطن أو للشخص المستعمل هذا الحس الوطني بضرورة ترشيد الاستعمال، بضرورة الاقتصاد، وهذا من خلال حملات التحسيس التي تقوم بها الوكالة ويقوم بها القطاع على مستوى على مختلف المستويات من أجل تحسيس أكبر عدد من المواطنين وغرس ثقافة ترشيد الاستعمال والاقتصاد حتى لدى الأطفال، حتى في المدارس، حتى في لدى الفلاحين ومختلف المستعملين. طيب، الاستبيان يهدف إلى إيجاد حلول لمختلف النقائص التي يشهدها القطاع في الوقت الراهن، وأيضا الاستجابة لمتطلبات المواطنين. تحدثنا عن مشكل الانقطاعات، هناك أيضا مشكل التسريبات، مشكل الربط العشوائي بالشبكة، وأيضا مشكل ضرورة تعميم الشبكة على كل بلديات الوطن بما فيها مناطق الظل التي تعاني نقصا فادحا في بعض الولايات من المياه الشروب. كيف سيتم الاستماع إلى انشغال هؤلاء، ومتى يمكن أن يعود الأثر إلى أرض الواقع من أجل تلبية كل هذه الانشغالات سيد عقاد؟ هي بالفعل يعني بقدر ما تكون المعلومات التي سوف يتم جمعها من خلال هذا التحقيق صحيحة وموضوعية، بقدر ما يكون الوصول إلى الحلول يعني سريعا وناجعا. وعليه نطلب من يعني المواطنين والذين سوف يستجوبون خلال هذه العملية أن يكونوا موضوعيين وأن يعطوا المعلومات بمصداقية حتى يتم من خلالها، من خلال نتائج هذه، التكفل بيعني بكل موضوعية. وفي عجالة، متى ستنشر هذه النتائج؟ متى يمكن الاطلاع عليها؟ ننتظر يعني النتائج الأخيرة لهذا العملية في أواخر شهر مارس بإذن الله، وسيقدم تقرير يعني يلم بجميع المعطيات التي تجمعها ومعالجتها، وكذلك استخلاص النتائج التي سيتم ثاني الشروع في ورقة الطريق ومخطط عمل للمستقبل من أجل التكفل بكل الانشغالات، سواء على المستوى المناطق الحضارية والشبه الحضارية وحتى مناطق الظل التي تعرف ثاني تكفلا خاصا من طرف القطاع في هذا الميدان. وهذا كله بهدف تحسين الخدمة العمومية والاستماع طبعا لانشغالات المواطنين. السيد عقاد المهدي، مدير وكالة الحوض الهيدروغرافي بوزارة الموارد المائية، أشكرك جزيلا على كل هذه الإيضاحات. شكرا سيدتي. شكرا لك. إذن مشاهدينا فاصل ثم نواصل. متواصلون دائما معكم، وإلى موضوع آخر الآن. وفي ملف الصحراء الغربية، ما تزال الحملة الدعائية المغربية متواصلة لطمس حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، حيث يلعب الإعلام الصحراوي دور محوري في هذه المعركة من أجل إسماع صوت القضية العادل بالكلمة النزيهة والحرة. الكاتب والصحفي ومسؤول قسم المواقع الإلكترونية بوزارة الإعلام للصحراء الغربية السيد حمال مهدي معي عبر الهاتف على المباشر للمزيد من التفاصيل. أهلا وسهلا بكم سيدي. صباح الخير أستاذة فايزة وللمشاهدين الكرام. أهلا بكم. إذن هي معركة موازية إلى جانب ما يجري على الميدان، معركة إعلامية لإسماع صوت القضية الصحراوية. سيد حمال مهدي، المواقع الإلكترونية هي الآن تشهد تجاذبات شد ورد، وأيضا ردود من طرف الصحراويين، من طرف الإعلاميين الصحراويين، حول كل ما يمس بالقضية الصحراوية العادلة. كيف تتصدون الآن الحملة الدعائية المغربية المغرضة لتشويه ما يحدث في الأراضي الصحراوية المحتلة؟
بالفعل هناك حرب إعلامية مغربية يعني في شدها ضد الشعب الصحراوي وضد قضيته العادلة. وكما نعرف أن الاحتلال المغربي يمارس حصار إعلامي وعسكري على المناطق الصحراوية المحتلة ويمنع وصول الصحافة الدولية والمراغبين لجانب في الوقت الذي يواجه الشعب الصحراوي ومقاومته المدنية هجمة شرسة وحملات اعتقال سياسي للنشطاء الحقوقيين والاختطاف والتعذيب وغيرها من الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان الصحراوي ومصادرة أبسط حقوقه. الاحتلال المغربي يعتمد في هذه الحرب الدعائية ضد الشعب الصحراوي على المغالطة وعلى تسويق الأوهام واعتماد نظريات البروباغندا التي لم تنجح ولم تفلح مع الشعب الصحراوي طيلة العقود الماضية. وهذه العقود التي يظل فيها الإعلام الوطني وإعلام المقاومة الصحراوية يعمل بوسائل وأساليب شريفة تنسجم مع مثل وثوابت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي ذهب ومع خلاق الشعب الصحراوي تصدي لهذه الحرب بتقديم الحقائق وكشف المغالطات وتوثيق التشابك اليومي لانتفاضة الاستقلال وأبطالها مع الاحتلال وفضح انتهاكات المحتل المغربي في حق المتظاهرين وحق التظاهر السلمي وفي حق المعتقلين السياسيين الصحراويين وعلى أساس يعني مصادرة الرأي السياسي ومصادرة الحق التعبير وفي التجمهر. وكل هذا يعني شكل إحراج للمحتل المغربي وكشف أساليبه الخسيسة ضد الصحراويين وشكل مادة لمنظمات الحقوقية الدولية التي يمنعها الاحتلال المغربي من دخول وولوج المناطق المحتلة ولكنها اعتمدت على الإعلام الصحراوي وعلى ما يوثقه في إدانة المحتل المغربي في تقاريرها الحقوقية الدولية. وأكيد سيد المهدي أنه فيه العديد من التضييقات التي تمارس في حق الإعلاميين الصحراويين سواء داخل الأراضي الصحراوية المحتلة أو في مختلف أنحاء العالم. نتحدث الآن هنا عن دور المواقع الافتراضية، دور التطبيقات والأخبار الإلكترونية في إيصال صوت الشعب الصحراوي وفي مشاركة الصحراويين في تبليغ الرأي العام الدولي بكل ما يحدث في الأراضي المحتلة. شيء طبيعي، الشعب الصحراوي يستشعر يعني خطر اليوم وكله أصبح مجند في هذه الحرب ضد الحرب المغربية التي يتصدى لها الإعلام الصحراوي بكل وسائل وفي كل مواقع سواء في العالم الافتراضي عبر المواقع الإلكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي. المنطقة تعيش تطورات كبيرة ونحن اليوم نقف يعني على حصيلة 68 يوم من العمل القتالي منذ استئناف حرب التحرير في الصحراء الغربية ومجابهة هذا الخرق المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 من نوفمبر الماضي. والإعلام الصحراوي يعني يوثق هذه الحصيلة التي نفذها الجيش الصحراوي ضد الاحتلال المغربي. ف رد الجيش الصحراوي على المحتل المغربي نفذ أكثر من 500 عمل. في بعض الأحيان هناك تكذيب من طرف السلطات المغربية حول ما ينشره هذا الإعلام الصحراوي من حقائق من أرقام من نتائج محققة على الميدان. شيء طبيعي أن الاحتلال المغربي في اليوم الأول أنكر وجود حرب ولكن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أقر بوجود حرب انطلاقا من تقارير بعثة المينوس الموجودة على الميدان، تقارير اليومية التي تصلهم من الميدان والتي تؤكد وجود الحرب. هناك أيضا التقارير التي تحدث عنها وسائل إعلام دولية محايدة مثل وكالة الأنباء الفرنسية يوم أمس تحدثت عن وجود الحرب وتحدثت عن حصيلة الأقصاف التي قدمها الجيش الصحراوي يوم أمس يد وفقوقية مع وسائل الإعلام الوطنية والدولية. طيب أشكرك جزيلا، الرسالة وصلت. الكاتب الصحفي ومسؤول قسم المواقع الإلكترونية بوزارة الإعلام للصحراء الغربية سيد حما المهدي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. مشاهدينا تمام 9 الآن بتوقيت الجزائر، وصلنا إلى موعد موجز لأهم الأنباء.
صباحكم سعيد مجددا، موجز التاسعة، أهلا بكم. بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تم أمس الشروع في توزيع النسخة الأصلية لمسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات على الأحزاب السياسية بغرض إثرائها. وتهدف هذه المسودة للمشروع التمهيدي المعدل والمتمم إلى ترسيخ الديمقراطية وأخلاقة الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي حسب ما تضمنه مسودة المشروع. وتنص مسودة مشروع القانون الذي ينقسم إلى 9 أبواب في المادة الثانية على أن السيادة الوطنية ملك للشعب يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين عبر انتخابات حرة شرعية ودورية شفافة ونزيهة. تجدر الإشارة إلى أنه تم تداول مسودة غير صحيحة في الأيام القليلة الماضية عبر بعض المواقع الإعلامية. وتجسيدا لبرنامج التعاون العسكري الجزائري الفرنسي لسنة 2020، رست بميناء جنجن بجيجل بالواجهة البحرية الشرقية السفينة قاعدة الغطاسين نازعي الألغام أشوغو التابعة للبحرية الفرنسية أو البحرية الوطنية الفرنسية في توقف يدوم 4 أيام. هذا التوقف يدخل في إطار تعزيز علاقات الصداقة وتبادل الخبرات بين جيشي البلدين. وبخصوص الوضعية الوبائية بالبلاد، سجلت أمس 249 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 104,341 حالة، في حين تمثل الشفاء 70,933 من بينهم 186 أمس. كما سجلت أمس 3 وفيات ليصل العدد الإجمالي إلى 2,843 حالة وفاة رحمهم الله. شدد المتدخلون في ندوة صحفية حول التحسيس بمخاطر الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون بالعاصمة، شددوا على ضرورة مساهمة الجميع في نشر الوعي لتفادي سقوط ضحايا جراء هذه الحوادث. هذا وبلغ عدد تدخلات مصالح الحماية المدنية منذ بداية السنة في ولاية الجزائر 38 تدخلاً. دوليا وفي الشأن الفلسطيني، قامت مدرعة إسرائيلية بقصف مواقع في جنوب قطاع غزة ليلة الثلاثاء إلى هذا الصباح. قدرت مصادر أمنية فلسطينية عددها بثلاث سلسلات للقصف. وحسب مصادر إعلامية فإن القصف خلف إصابة شاب فلسطيني بجروح. على صعيد آخر وفي تحد سافر للشرعية والمجتمع الدوليين، طرحت حكومة الاحتلال أمس للمناقصة مشروع بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة بعد مشروع سابق لبناء 780 وحدة، وهو ما كان قد أثار استنكار الأمين العام للأمم المتحدة ومفوضية الشؤون الخارجية الأوروبية. في الولايات المتحدة الأمريكية، يستعد اليوم الرئيس المنتخب جو بايدن لاستلام مهامه بشكل رسمي ضمن مراسم طغت عليها تعزيزات أمنية غير مسبوقة، حيث يرتقب نشر نحو 25,000 جندي من الحرس الوطني وآلاف آخرين من عناصر الشرطة في العاصمة واشنطن، وهذا تحسبا لأعمال عنف أو تشويش من قبل أنصار الرئيس المنصرف دونالد ترامب. المراسم التي يغيب عنها الأخير سيحضرها رؤساء سابقون ورموز من الحزب الجمهوري. وكان جو بايدن قد أكد أمس خلال تنقله إلى ولاية ميرلاند المجاورة لواشنطن أنه سيبادر بتوقيع قرارات سريعة معاكسة لقرارات ترامب، كما أكد بخصوص الوضع في الشرق الأوسط أنه لا مناص من حل قيام الدولتين، وهو ما كان ترامب قد تعمد تحييده تماما في مقاربته للوضع. بخصوص فيروس كورونا في العالم، تخطت الولايات المتحدة الأمريكية عتبة 400,000 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد لتحافظ على مركزها كأول دولة في العالم من حيث عدد الوفيات، وهذا بعد عام بالتحديد من اكتشاف أول حالة إصابة في أمريكا بالفيروس. من جهتها، المملكة المتحدة أحصت خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 1,600 وفاة.
يتزامن هذا وإعلن ألمانيا على تمديد الإغلاق الثاني الكامل في البلاد إلى غاية 14 من شهر فبراير المقبل على الأقل، وهذا في إطار الخطوات الرامية لكبح انتشار الوباء في البلاد. في الرياضة وفي بطولة العالم 2021 لكرة اليد بمصر تنطلق اليوم مباريات الدور الرئيسي على أن تتواصل إلى غاية الاثنين المقبل، حيث سيتأهل على إثرها الأولان عن كل مجموعة من المجموعات الأربع للدور ربع النهائي. هذا وسيواجه اليوم المنتخب الوطني الجزائري نظيره الفرنسي بطل العالم 6 مرات، وهذا لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثالثة. المباراة ستنقل مباشرة اليوم على القناة الأولى أي الأرضية بداية من الساعة 6 مساء. فحظ موفق للخضر في هذه الخرجة العالمية الجديدة. نهاية الموجز، ألقاكم في 10 في أمان الله. متواصلون دائما معكم مشاهدينا، ابقوا معنا إلى غاية 10 من هذا الصباح لمتابعة المزيد من المحطات الإخبارية المتنوعة. محطتنا الآن هي مسافة أمان. مسافة أمان، ودائما في إطار تقريب الخدمة العمومية، تحسين الخدمة العمومية والتقرب أيضا من المواطن، جهاز الأمن الوطني رصد إمكانيات بشرية ومادية معتبرة، تميزت مؤخرا بتفعيل وسائل التواصل الاجتماعي تطبيقات حديثة لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين. عن هذه التطبيقات يحدثني اليوم رئيس خلية الإعلام بمديرية الأمن الوطني العميد رابح زوابي. أهلا بكم سيد زوابي. شكرا، بارك الله فيك. إذن بداية، نحن نعيش على واقع في هذه الأيام، نعيش على واقع تفعيل دور وسائل التواصل الاجتماعي التطبيقات الافتراضية. أكيد أن المديرية العامة للأمن الوطني لم تبقى في منأى عن كل هذه التغيرات، بل بالعكس هي تتقرب من المواطنين وتحاول تحسين تقديم الخدمة العمومية والدور الشرطي من خلال هكذا تطبيقات جديدة وحديثة أيضا. شكرا، إذا بارك الله فيك، وبعد تحية أمنية إعلامية طيبة إلى كل مشاهدين الأكارم، كل باسمه ووسمه وجميل وصفه، وبعد سلام الله يخشاكم وحفظ الله يرعاكم، وعلى الأمن والإيمان نلقاكم إن شاء الله. إذا المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الإطار وفي إطار التفاعل مع كل المتغيرات التكنولوجية الحديثة، لا سيما وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة أو العصرية التي أصبحت تضاهي كل التطورات، هنا المديرية العامة للأمن الوطني حتى تكون أكثر اقترابا من مواطنيها، لأنها أولا وقبل كل شيء هي مديرية مواطنة تسهر على تقديم خدمة أمنية ترقى إلى مستوى تطلعات مواطنينا من خلال الفعالية والكفاءة أيضا في الميدان، السرعة في تقديم هذه الخدمات، وهنا تدعم كل النشاطات والأعمال والخدمات التي تقدمها المديرية العامة للأمن الوطني في إطار الحفاظ على الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام، وأيضا مواجهة كل أشكال الجريمة خاصة ما يتعلق بالجرائم النظيفة أو الجرائم الإلكترونية التي أصبحت تهدد المجتمع الجزائري. وهنا المديرية العامة للأمن الوطني حتى نواجه كل هذه المتغيرات وهذه التهديدات أو حتى الكشف عن هذه الثغرات الإلكترونية التي أصبحت تهدد الجميع، المديرية العامة للأمن الوطني أي نعم تتساير مع كل هذه المتغيرات وتستعين بوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، انطلاقا أولا من الرقم الأخضر الكلاسيكي 1548 رقم النجدة، ثم نتكلم عن مستجدات أخرى أو ما يتعلق بمتغيرات رقمية أخرى التي تستعين بها المديرية العامة للأمن الوطني على غرار تجديد الموقع الإلكتروني للأمن الوطني، صفحات التواصل الاجتماعي بما في ذلك الفيسبوك والتويتر، بالإضافة إلى نقطة مهمة جدا وهو
الوقوف عند حماية الفئة الهشة والأطفال من خلال الرقم الأخضر 104. كل هذه الأرقام وكل هذه المستجدات والمتغيرات الحديثة تراهن عليها المديرية العامة للأمن الوطني، لماذا؟ لأنها ترقى إلى خلق جو مفعم من العلاقات العامة مبني على الثقة والتلاحم مع مواطنينا، مع وسائل الإعلام أيضا، وذلك ما تراهن عليه المديرية العامة للأمن الوطني لبحث إن صح التعبير نقل نوعي للاتصال الحديث حتى نحقق الأهداف المنشودة بإذن الله. نعم، وفي إطار هذا النقل النوعي أكيد أنه فيه عدة إمكانيات سطرت من أجل بلوغ هذه الأهداف، إمكانيات بشرية وأيضا إمكانيات مادية. نتحدث عن الإمكانيات البشرية، تكوين الكادر، مختلف أعوان الشرطة للتعامل مع هذه مع هذا التوجه الجديد إن صح التعبير في التقرب مع المواطن. شكرا، بارك الله فيك. أولا نطوي المسافات ونسابق الزمن حتى نكون أكثر اقترابا من المواطنين. ومن بين الوسائل الحديثة هي وسائل الاتصال الرقمية. هنا نؤكد بأن المديرية العامة للأمن الوطني تتحول من المعالجة صح التعبير كلاسيكية إلى المعالجة الرقمية، التحول من التفكير التنظيمي إلى التفكير النظامي المبني على نظام المعلومات، بمعنى هناك مدخلات وهناك معالجة لهذه الأفكار وهناك مخرجات. ولكن أهم نقطة هي السرعة في التعامل مع هذه المتغيرات حتى تكون هناك الفعالية في التدخل، لأنه شيء مهم جدا عندما مثلا نتعامل مع إشكالية حوادث المرور بالطريقة التقليدية والكلاسيكية تجاوزها الزمن، لكن عندما نستعين بكاميرات المراقبة الذكية، عندما يكون هناك تواصل المواطنين والإبلاغ على كل هذه التجاوزات وحالة الطريق على مستوى بعض النقاط، هنا يكون التدخل سريع وتكون الفعالية وتكون الخدمة في مستوى تطلعات. إذن كل ذلك نرقى من خلاله إلى تقديم خدمة أمنية ذات جودة شاملة ترقى إلى مستوى تطلعات مواطنينا إن شاء الله، ومواجهة كل الإشكاليات والتهديدات القائمة أو المنتظرة، وكل ذلك يكون مبني على مرافع الذكاء الأمني الرقمي. كيف يكون ذلك؟ يكون من خلال اليقظة الأمنية، يكون من خلال التفاعل مع المواطنين، يكون من خلال خدمة وحماية مواطنينا من خلال التواجد والانتشار المدروس، وأيضا التدخل المباشر والآني شيء مهم جدا في مثل هذه المتغيرات، وأيضا يدخل في إطار التأثير الإيجابي لخلق نوع من التلاحم والتآزر مع الجميع، بما في ذلك الخدمة العامة والخدمة الإعلامية حتى نحقق الأهداف المنشودة بإذن الله. نعم، إضافة إلى الرقم الأخضر، ما هو أكثر تطبيق لا قصد واسعا عند المواطنين؟ أي نعم، بارك الله فيك. إذن وسائل التواصل الاجتماعي التي تستعين بها المديرية العامة للأمن الوطني تتغير حسب المستجدات. إذن هو بطبيعة الحال يبقى الرقم الأخضر أكثر استعمالا من طرف المواطنين، لأنه يسهل عملية التدخل والسرعة في عملية التدخل حتى نحقق المبتغيات ونأخذ القرارات. شيء مهم، القرارات المناسبة، كيف تكون صناعة القرار وكيف يكون القرار المناسب في الوقت المناسب. نعم. لأنه نحن في هذا الزمن حتى في إدارة المورد البشري الحديث أصبحنا نبحث عن كيفية التدخل المباشر، بمعنى وضع الآليات المناسبة في الوقت المناسب وفي المكان المناسب، شيء مهم جدا في الوقت المناسب، لأننا أمام إدارة الوقت. كل ما يكون هناك تأقلم مع هذه الظروف ومع هذه المتغيرات ومع هذه الأحداث، لأننا في زمن الرقمنة، وعندما نتكلم عن زمن الرقمنة نتكلم عن متغيرين رئيسين، ألا وهما ميدان هذه المتغيرات هو المحيط، تحليل المحيط الرقمي من خلال الوقوف عند نقاط القوة ونقاط الضعف. هذا ما يتعلق بالبيئة الداخلية، والبيئة الخارجية نقف عند متغيرات الفرص والتهديدات القائمة. لكن كيف يتم التحكم في هذه المتغيرات؟ يتم التحكم في هذه المتغيرات إذا كانت هناك معالجة رقمية للمعلومة المتدفقة. عندما يكون هناك إسقاط وحركية وإنسيابية في تنقل المعلومات بين جهاز الأمن الوطني والمواطنين وكل الشركاء في الميدان بما في ذلك وسائل الإعلام، هنا تكون الفعالية ويكون التدخل الناجع إن شاء الله. إذن هي
تنطلق من الرقم الأخضر ثم وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، الفيسبوك، التويتر، ما يتعلق بالرقم الخاص بالطفولة رقم 104. كل هذه الأمور، التطبيقات الذكية أيضا عندما نتكلم أيضا عن تطبيق الو شرطة، وهي تطبيق حديث من خلال نقل الصورة، الكلمة والصورة معا، حتى نعزز بوادر هذه الوسائل الحديثة. نعم، أهمية نشر ثقافة التبليغ في حالة الخطر، في حالة أن المواطن يكون شاهد على أي عملية من عمليات التعدي، هذا الجسر من التواصل بين جهاز الشرطة. ثم هناك نقطة مهمة أيضا، العديد من المواطنون يلجؤون إلى هذه التطبيقات، إلى هذه المواقع، يتصلون ويتواصلون أيضا لتقديم اقتراحات، لتقديم انشغالات أيضا، ويتساءلون اليوم أيضا ما مصير كل هذه الاقتراحات والانشغالات اللي يقدمها المواطن لجهاز الشرطة عبر هذه المواقع. بورك فيك الأخت الكريمة، تجريني هنا إلى التكلم على مرافع الحوكمة الأمنية، بمعنى تكون هناك الشفافية، الفاعلية، والمشاركة في كل هذه المتغيرات من خلال الوقوف عند هذه التحليلات الرقمية، لأن هذه القراءات وهذه المعلومات التي تتدفق لمصالح الأمن الوطني عبر هذه الوسائل الحديثة، الهدف منها هو الاستغلال والمعالجة. مصالح الأمن الوطني لا تحفظ هذه المتغيرات وهذه المعلومات، لأننا هذه البيانات نحولها إلى معلومات، ومن ذلك نتخذ الإجراءات الأمنية اللازمة في الميدان، حتى يكون هناك تدخل إيجابي مبني على الفاعلية، والفاعلية تكون من منطلق الكفاءة، بمعنى هناك أيضا عناصر بشرية أو فئة بشرية مختصة في هذا المجال، مكونة في هذا المجال، لأن أهمية مشاركة المواطن الفعالة في هذا المجال. الرسالة في الأخير فقط في عشاء، رسالتي في الأخير، شكر موصول إلى كل المواطنين الذين يتواصلون معنا من خلال هذه الوسائل الحديثة، لتبقى وسيلة للاتصال نغلب فيها الصورة عن الكلمة والرسالة عن الفكرة والمصداقية عن الحقيقة إن شاء الله، إلى أن نلتقي في تغريدة رقمية أمنية أخرى في أمان الله. إن شاء الله يا رب. العميد رابح زوبي، رئيس خلية الإعلام بمديرية الأمن الوطني، أشكرك جزيلا. على المحبة نلتقي إن شاء الله. إذن على المحبة نلتقي، وعلى المحبة نواصل معكم هذا اللقاء مشاهدينا. والآن عندنا جولة سياحية نقودكم فيها إلى قصر مصطفى باشا العتيق بأعماق القصبة الجزائرية، هذا الحي الذي ما يزال يروي الكثير من القصص، قصص الحضارات المتعاقبة على الجزائر. نتابع هذا الروبورتاج الذي أعدته غنية وعدية. دار مصطفى باشا إحدى قصور قصبة الجزائر المرموقة، صنفت سنة 1992 ضمن التراث العالمي لليونسكو بصفتها جزءا من القصبة العتيقة، لتصبح مقرا للمتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط في 2007. لدينا هنا لوحات مختلفة لفن الخط، هذه الأخيرة مجموعة تنتمي للمتحف، ولدينا أيضا مجموعة أخرى تعود للعديد من الفنانين الذين قاموا بعرضها هنا ثم قدموها كهدية للمتحف، ونشكرهم على ذلك. فهذه اللوحات الفنية سيتم عرضها مرة أخرى لدى تنظيم معارض مؤقتة. القصر يقع بالقصبة السفلى، بني في 1798 وأعطي أمر تشييده بهندسة رائعة. مساحته تقدر ب 709 أمتار، يتميز بنافورته العتيقة في صحن الدار وأعمدة الرخام الفاخر والزخارف الإسلامية. البناية تم تشييدها من قبل الداي مصطفى باشا الذي حكم الجزائر ما بين 1797 و1805، وقد كان القصر بمثابة إقامة ثانوية، حيث يأتيه مصطفى باشا في عطلة نهاية الأسبوع لاستكمال جلساته باعتباره داي.
يحتوي قصر مصطفى باشا على أكثر من 500,000 قطعة بلاط رفيعة، وقد خضع القصر الذي يعد من روائع قصبة الجزائر لعملية ترميم حاول من خلالها القائمون على المشروع دعم البناية مع الحفاظ على خصوصيتها. هذه هي إذن الجزائر بهذه الفسيفساء والثراء الثقافي المتنوع وأيضا الثراء الأدبي والفكري. نطرق الآن أبواب الثقافة. في الحركية الثقافية نرصد تجربة الكاتب الشاب الروائي عبد الرحمن تواتي ورحلته في مغامرة التأليف والكتابة بعد 3 إصدارات جبر الخواطر استمر لا تتوقف، وأيضا تجارب الحياة. عبد الرحمن تواتي صباح الخير، أهلا بك. صباح الخير سيدتي المحترمة، وصباح الخير إلى كل المشاهدين الكرام عبر القناة الثالثة. بداية رحلة الكتابة كانت مع رواية استمر لا تتوقف بعد عدة محاولات وبعد رحلة لرفع التحدي. حدثني عن هذه الرحلة التي والحمد لله اليوم أثمرت 3 روايات. نعم، إذن فيما يخص أول كتاب استمر لا تتوقف كان بعد أكثر من 150 محاولة. لما كان في عمري، يعني باختصار شديد، لما كان في عمري 12 سنة كنت نقرأ في قسم السادسة ابتدائي. كانت الأستاذة تطلب منا أن كل واحد لازم يكتب في ورقة صغيرة الاسم واللقب وأيضا من ضمن الأحلام 3 أحلام أو 4 اللي عنده يكتبهم حسب التصنيف تاع الأحلام. من ضمن الأحلام تاعي كان كاتب ومؤلف مقدم مسابقة في التلفزيون الجزائري أو حصة تلفزيونية جزائرية، وهناك حلم ثالث إن شاء الله نتكلم عنه مستقبلا إن شاء الله عند تحقيقه. نعم إن شاء الله. أولا الحلم الأول اللي كان هو كاتب ومؤلف، الحلم الثاني وصلنا له الحمد لله مقدم أيضا مسابقة رمضان كريم في قناة القرآن كريم. نعم. سنة 2017، وهناك أحلام سوف تكون إن شاء الله مستقبلا إن شاء الله. الأستاذة طلبت منا سيدتي المحترمة أن كل واحد يعني يكتب الحلم نتاعو، كل واحد تقبلت الأحلام تاعهم، طبيب ممرض إلى غير ذلك، وشجعتهم. لما وصلت أنا صديقة بلي رفضت الحلم تاعي، يعني لم تهتم به. لما وصلت أيضا أنا للحلم تاعي ما عطتلوش أهمية. يعني قالت لي كاتب ومؤلف تفضل روح ريح. أنا هذيك تاع تفضل وروح ريح بالنسبة لي أنا كإنسان عنده طموح بالنسبة لي يعتبر تكسير أحلام. ما تكسريش الحلم تاعي، على الأقل شجعيني كما شجعتيهم كامل هما. صح. قال إن شاء الله توصل إن شاء الله تنجح. ولهذا رسالة إلى ضرورة تشجيع أحلام خاصة في عمر الطفولة. نعم. تشجيع أحلام الأطفال لأنه الحلم قد يصلنا إلى 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 مدى غير محدود. صح صح، ولهذا تكلمت عليه في كتاب جبل الخواطر تكلمنا يوم بعد. هناك المقولة اللي يمشي بها عبد الرحمن، المقولة اللي هي إن لم تكن سببا في تحقيق حلم إنسان فلا تكن سببا في تحطيمه. نعم، نعم. سيدتي المحترمة. وأيضا حلمي ليس مستحيل لأن الله على كل شيء قدير. نعم. لما وصلت الأستاذة يعني أعطت لهم كل واحد الورقة تاعه، غاضني الحال مشيت للمنزل أكيد غضبان ما أعطتنيش اهتمام. كانت الأم تاعي نشكرها بزاف على التشجيع تاعها ليا منذ طفولتي وهي إلى يومي هذا، مهما صرت ومهما كبرت نقول يعني كامل الناس يسمعوا فيها تبقى صغيرا في عيون والديك. أشكر الأم والأب وإخوتي كامل اللي كانوا سند ليا، عرفتهم في الرخاء وعرفتهم في الشدة في السعادة والأحزان، إن شاء الله ربي يفرح كامل الجزائريين ويفرح كامل الناس اللي تسمع فينا. وصلت الورقة هذيك لما قالت الأم تاعي عاود اكتب يعني وش الأحلام تاعك، اكتبت كاتب ومؤلف مقدم مسابقة رمضان كريم، اكتبت كذا وكذا. من بعد لما وصلت إلى الحلم تاعي قالت لي شوف وليدي عبد الرحمن، الله عز وجل كي يحب حاجة تكون توصل. الله إذا أراد شيئا يقول كن فيكون، يعني ما تقلقش كل شيء بيضرب سبحانه. ومن ثم تأتي المثابرة والجد والإصرار. نعم. أيضا أحكي لي على أول إصرار استمر لا تتوقف. نعم. ثم نتكلم عن هذه العناوين كلها مستمدة من رسائل لبث. نعم. الأمل لبث الطموح تجارب الحياة أيضا وجبر الخواطر. نعم، إذن أول كتاب استمر لا تتوقف بعد محاولات أكثر من 150 محاولة وأنا دائما نحاول، كانت آخر محاولة سنة 2008 في جامعة البليدة سعد دحلب بالبليدة، كنت مدعوا بمناسبة اليوم العالمي للكتاب يعني في جامعة سعد دحلب بالبليدة، وكان ضمن المقال تاني من نكون من الحضور المشاركين. لكن هناك أستاذ للأسف الشديد تكلمت عليها في الكتاب مع تحياتي واحتراماتي لكل أساتذة، هناك من يريد تحطيم أحلامك وهناك من يساعدك
وهناك من يريد أن يستهزئ بك، يعني يشوفك دائما صغير للأسف الشديد. هناك اللي يعطيك فرصة وهناك اللي يحب ينحي لك الفرصة. لكن أنا ماذا أقول للناس كامل يسمع فيها للشباب؟ أقول إياكم وكسر الخواطر، فإنها ليست عظاما تجبر بل أرواح تقهر. اصنع التحديات، اصنع الفرص. نقول كامل الشباب اللي راهم يسمعوا فيا بصفتي كشاب راني قريب ليكم وراني معاكم، حاول ثم حاول. حط يعني السيرة الذاتية نتاعك في مؤسسة، ما حكمتش من نعاود نروح لمؤسسة أخرى، عاودوا قالوا لي رجع غدوة، نعاود نولي غدوة، قالوا لي لا لا ما كانش، معليش ما نفقدش الأمل. أنا أقول حلمي ليس مستحيل لأن الله على كل شيء قدير، الله عز وجل سبحانه من رحمة تاعو، لو أنه يشوفك أنت صح راك تتعب وراك تكتب وراك تجري، ومثلا كل واحد في التخصص تاعو والميدان تاعو، الله عز وجل يسخر لك الأشخاص والمواقف من حيث لا تدري. أنا أقول للناس يتسمع فينا، كم من خواطر كسرت، وكم من قلوب جرحت، وكم من بيوت هدمت، وكم 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 سمعنا كلمة قيل وقال وقالوا وهدمت بيوت، وكم من علاقات في حياتنا مع الأحباب والعائلة خسرناها بكلمة أننا لم تكن لدينا الحكمة. والآن أنا أقول نحن أحيانا سيدتي المحترمة إلى بحاجة كبيرة إلى التغافل في بعض الأوقات لكي نجبر خواطر الناس. واليوم عبد الرحمن هي بداية الطريق، ولو أنه ما شاء الله البداية بثلاث روايات هكذا في ثلاثة سنوات. نعم هي تبقى بداية لأنه ما شاء الله على ما يبدو أحلامك ما عندهاش سقف. حدثني عن طموحات عبد الرحمن المستقبلية، الأحلام المستقبلية، وأيضا ما الذي تنتظره من الفاعلين على الساحة الثقافية لتشجيع الشباب لتفعيل هذه الطموحات ولتجسيدها فعلا إلى أعمال روائية. نحن بتشجيع الطفل نصنع روائي الغد، بتشجيع الشاب نصنع أسماء أدبية تسمو تنجوم في سماء الأدب الجزائري ولما لا العربي والعالمي أيضا. نعم سيدتي المحترمة، أولا أنا أشكرك جزيل الشكر في هذا الصباح، لأن هذه الكلمات التي تصدر من أعماق قلبك وصلت إلى القلب، لأن الشيء اللي يكون صادق من القلب يصل إلى القلب فلا يحتاج إلى بروتوكولات. ولكن هذا ماذا أقول، لو أنك أنت الآن ليشوفك الآن، أنا ماذا أقول ليشوفك، ربما يقول راه في التلفزيون الحمد لله راهي لباس وراهي كذا، ولكن هذا ماذا أقول، أنت الذي تشاهدني لا أعلم من أي أرض أو مكان موجود فيه، لا أحد يستطيع أن يعلم مدى قساوة قلبك ومدى الجروح التي في قلبك، ولا أحد يستطيع أن يحكم عليك، لكن أقول لكم أن الله هو الذي خلق مع العسر يسرا، مع العسر يسرا ومع ألم الحياة جبرا للخواطر. أقول لك سيدتي الآن شباب، والله عندنا شباب في القمة. نعم. والله في كل المجالات. في كل المجالات. أنا نأكد أنه الشاب الجزائري لو كان تفتح له فرصة والله يصنع العجب. الشاب الجزائري الآن هو بحاجة ماذا؟ إلى الاهتمام. كلنا سيدتي المحترمة نحتاج إلى الاهتمام مثلما تحتاج الأرض الجافة إلى الماء. وأحيانا للأسف الشديد ما أتأسف به ويؤسفني ويحزنني كثيرا حينما أرى بعض الأعشاب الضارة التي تحيط بالشجرة المثمرة. الشجرة المثمرة لو تسألي الفلاح كيف أثمرت هذه الثمار الجميلة والرائعة وعند هذا الصدد، وش راح يقول لك؟ راح يقول لك أني نحيت الأعشاب الضارة وسقيتها بالماء. بعض الناس للأسف الشديد أعداء النجاح، نعم أقول البعض أعداء النجاح ويحبوا يحطموا طموح الشباب، ولكن أنا ما أقدر أقول لكم ما تستسلمش، استمر لا تتوقف، كان هذه الفكرة تاع كتاب استمر لا تتوقف، يعني ما تفشلش، لأنه أتأكد وكون على يقين أي إنسان وصل لأي منصب أو أي درجة علمية أو أي بحث علمي إلا وصاب عراقيل وعراقيل وعراقيل كثيرة في حياته. لكن إلى أين سيصل عبد الرحمن في المستقبل هذه الشعلة المتقدة من الطموح من الأمل من العزم من الإصرار والإرادة أيضا؟ عبد الرحمن تويتي سيصل إن شاء الله بإذن الله الرحمن الرحيم وبإذن الرحمن الرحيم إن شاء الله إلى أن أكون مفتاحا للخير. هذه هي رسالتي في الحياة، إلى قمة الإنسانية، لأننا نحن بحاجة إلى الإنسانية وبحاجة إلى أخلاق قبل كل شيء سيدتي المحترمة. ما فائدة من دكتور أو فائدة من باحث ولا يمتلك أخلاق؟ جميل أن تترجم كل هذه الأفكار كل هذه الكلمات إلى هكذا كتابات حتى نتمكن من الإطلاع عليها وأن تنقل التجربة فعلا. نعم. إلى كل الراغبين والشغوفين في التعرف على تجربة عبد الرحمن. شكرا جزيلا لك على الحضور، نتمنى لك كل التوفيق في المسيرة الأدبية، نلقاك بحول الله في فرص أخرى. شكرا سيدتي المحترمة، ويومكم سعيد وحياتكم أسعد إن شاء الله ولكل مشاهدينا الكرام. شكرا. إذا فاصل ثم نواصل.
الدخول المدرسي هذه السنة سيكون استثنائيا، يجب أن نتعايش مع كوفيد-19. حياتنا ينبغي أن تستمر، علينا أن نحسس أبناءنا بالوعي واليقظة. أبناؤنا، بناتنا، عليكم بارتداء القناع الواقي وغسل أو تطهير اليدين باستمرار. اجتنبوا المصافحة والاحتكاك، ولا تنسوا التباعد في الأماكن المغلقة. لنجعل من مدرستنا محيطاً آمناً بتطبيق بروتوكول الوقاية لوزارة الصحة. كلنا معنيون من أجل دخول مدرسي آمن. إذن مشاهدينا، من هذا الفاصل التوعوي والتحسيسي إلى جولتنا في عالم التاريخ والحضارة والتي تقودنا فيها اليوم حنان بورايو، تأخذنا إلى وهران، ليس كذلك حنان؟ طبعا، صباح الخير فايزة، صباح الخير لكل المشاهدين الكرام وأوفياء ركن الجزائر تاريخ وحضارات. إذن فايزة وكل المشاهدين الكرام، سفرنا ما يزال متواصلا في تاريخ الجزائر وحضارته العريقة ذات الشهرة العالمية. اليوم سنتعرف على حضارة امتدت من 20,000 قبل الميلاد إلى 10,000 أو 11,000 قبل الميلاد حسب ما يؤكده المؤرخون. إذن سكان هذه الحضارة استقروا على المناطق الساحلية واتخذوا من مغاراتها مساكن لهم، فيما مارسوا الصيد البري كنشاط إنساني قديم، ولكن أضافوا لذلك أيضا الصيد البحري. ولكن أهم ما يميز هذه الحضارة هو كونها مهد للإبداعات الإنسانية وبداية ظهور الفنون التعبيرية الصخرية. نشاهد هذا الروبورتاج ثم نعود. تميز الإنسان الإيبيروموريزي بتطور عقله، وقد صنف في نوعه ضمن ما اصطلح على تسميته بإنسان مشتى العربي ومشتى أفالو. استخدم الإنسان الإيبيروموريزي في صناعته العظام الحيوانية والآدمية أيضاً وحجر السوان. هذا ما تؤكده الآثار المعروضة بمتحف وهران. يمكننا مشاهدة أبرز آثار الحضارات الوهرانية التي تميزت بصغر حجمها ودقتها. يعرف هذا النوع عند الآثاريين بتسمية ميكروليت. جنوبي وهران يعتبر موقع كولومناتا المتواجد على مسافة 15 كيلومتر غربي مدينة تيارت من أهم المواقع الأثرية الإيبيروموريزية.
إذن كانت هذه لمحة عن الحضارات الإيبيرومورزية أو الوهرانية، ولمن يريد أن يطلع أكثر على هذه الحضارة ما عليه إلا زيارة المتحف الوطني أحمد زبانة المتواجد في وهران والغني جدا بآثار هذه الفترة. لمزيد من النقاش أسعد باستقبال عبر الهاتف البروفيسور سليمان حاشي. سليمان حاشي هو عميد الباحثين في الآثار والتاريخ والإنتروبولوجيا بالجزائر من فترات ما قبل التاريخ، ألف العديد من الكتب ونشر العديد من الأبحاث في مجلات عالمية، وكانت له مبادرة إنجاز حفريات أثرية بمواقع عين الحنش، تيغنيف، ومشتى أفلو، وحتى موقع جلدمان والتاسيلي بالجنوب الجزائري. إذن أستاذ سليمان حاشي صباح الخير، مرحبا بك معنا. صباح الخير عليكم، شكرا على الاستضافة. العفو بروفيسور، العفو. إذن شكرا جدا، كنت ندير التدخل. كل الشرف والسرور لنا بروفيسور. إذا بروفيسور، هل لك أن تحدثنا عن اكتشافك المهم الذي أجريته في موقع مشتى أفلو على الساحل البجاوي والجيجي؟ تفضل. شكرا شكرا. هذه حفرية قديمة، يعني كنا ندير حفريات في الموقع هذا أفلو في القرية الساحلية اللي اسمها ملبو في الجبال، جبال بابور، ودرنا حفريات منذ أكثر من 10 سنين وحنا نديروا الحفريات. ثم صبنا بزاف حوايج. صبنا الاسكلات، يعني الجثث تاع الانسان هذا اللي نسميوه العلماء يسميوه لوم دو مشتى أفلو، يعني الانسان تاع مشتى أفلو اللي هو يعني البرومي غوموس من الاوائل بجار، يعني الأومو سابينس سابينس. هو يعني واش دار هذا الإنسان؟ الإنسان هذا كان صياد، كان يعني يعيش من الصيادة. مازال ما اكتشفنا، مازال الإنسان ما اكتشفش الفلاحة وفلاحة القمح نوتاما. هذا الإنسان هذا اللي كان صياد ثاني، كان ثاني صياد الحوت، يعني كل الليمو والليزيسكاركو، يعني تميز أيضا بالصيد البحري. هذا نشاط جديد بالنسبة للإنسان، بالصيد البحري وبالصيد البري. يعني وصبنا يعني العظام تاع الحيوانات اللي كان يصيدها، وكان يعني يخير في البيئه ديالو، كان يخير واحد يعني لو موفلو هذا اللي يسميوه بالارويه اموتراكوس لارفيا، كان يعني يحب يصيد بزاف من هذا النوع. وثاني كان يعيش من الصيد البحري، كان ياكل الحوت نوتامون دي دوغات هكذا، وكان ياكل لي مول ولي باتيل طبعا. ولكن باش يمتاز هذا الانسان أفلو بورول ولا مشتى أفلو، يمتاز بالاكتشاف الفن، يعني ماشي الفن الصخري اللي نصيبوه في التافيلي ولا في الأوكار، ولكن الفن التشكيلي. يعني كان يدير دي ستاتويت، يعني تماثيل صغيرة اللي نسميوهم دي فيغورين اون كاركويت. واكتشفنا يعني هذا الإنسان يعني كان يميتريزي لا تكنيك، يعني كان عنده تحكم في تقنيات صنع الأشياء التماثيل الصغيرة. كان عنده التحكم في التقنيات تاع هذه بوتيت ستاتويت، ويديرها بالفخار، يعني بالطين، يعطي لها الشكل الحيوان اللي راه يشوفه قدامه ولا الحيوان اللي يصيده. وثاني عندنا كلك بوتيت ستاتويت وين الانسان يمثل روحه، يعني كان عندنا لا بروميير فوا او موند، يعني في العالم وفي إفريقيا حسبنا يعني في هذا الموقع حسبنا أول البريمير مانيفيستاسيون، يعني التظاهرات تاع الفن التشكيلي في إفريقيا وفي أوائل تاع العالم. في افريقيا يعني منذ ارخناهم هذا الفيجورين، صبناتني عندهم بين 11000 سنه الى 18000 سنه. هذا الو
بروفيسور واصل، نحن نستمع إليك بروفيسور. فقط يعني بفضلكم وبفضل أبحاثكم على الجماجم المتواجدة في هذا الموقع استطعتم يعني رسم ملامح هذا الإنسان. حدثنا يعني كيف تمكنتم من رسم ملامح إنسان مشتأف له والذي يعرض حاليا بالمركز الوطني للأبحاث فيما قبل التاريخ والتاريخ والأنثروبولوجيا، والصورة معنا لو أمكن أن نشاهدها. لا هذا ستون تكنيك يعني انفورماتيك يعني وين من انطلاقا من الجمجمه نقدروا نشكلوا يعني وصائف تاع الانسان وبال يعني هذاك ان تو دو داسورانس دو بلوس 90% يعني على بالنا باللي كي نديروا هذاك كي نديروا له الوصائف هذوك باللوجيسيال هذو على بالنا باللي الانسان هذا كان يشبه للتصويره هذه اللي يديروها العلماء اللي يديروها لي زانتروبولوج سبيسياليست يعني دو دومين. يعني درنا من هذا واحد الاستاذ يعني متخصص في هذا الشيء، استاذ جزائري اللي هو الاستاذ جلالي حجويس، هو اللي الاول اللي درنا معاه هو باحث في فرنسا اللي درنا معاه لابليكاسيون دو سي لوجيسيال يعني اللوجيسيال هذو لي بوينتو طبقناهم على الجمجمه هذه تاع الانسان مشتا افريك. طبعا استاذ بروفيسور بفضلك بروفيسور حشي يعني تضافر جهود الباحثين الجزائريين سواء داخل الوطن او خارجه سيمكننا من معرفه اطوار عميقه وغنيه من تاريخ الجزائر. حدثنا الان حسب ما كلمتني في الايام السابقه لك مشاريع بحثيه ولك مشاريع يعني لتنقيبات من اجل اثراء تاريخ الجزائري باختصار، تفضل. شكرا. شو انا خرجت كتابات على الموقع تاع هذا تاع افالو، خرجت واحد الكتاب الفرنساويه وواحد الكتاب بالعربيه ترجمه من طرف باحثين من المركز بما فيهم الدكتور اسماعيل يدير وباحثين واحد اخرين اللي داروا الترجمه تاع هذا الكتاب ديالي حول الفنون التشكيليه القديمه في افريقيا وفي شمال افريقيا. الليبر هذا تصيبوه في لا ليبريري تاع سي ان ار بي اش ولا مازالها مفتوحه ما على باليش، تصيبوا الكتابات اللي درتهم يعني انا كي كنت في المركز خرجنا 120 كتاب علمي وتلما يعني الانتاج كان متوفر حتى خلقنا يعني ليبريري مكتبه باش الانسان مكتبه متواجده حاليا بالمركز الوطني للبحث في فترات ما قبل التاريخ. استاذ نشكرك على مجهودك وعلى ابحاثك وعلى منشوراتك لاثراء التاريخ الجزائري، شكرا استاذ. إذا فايزة كانت هذه لمحة ويعني سفر وحديث شيق مع البروفيسور سليمان حاشي في تاريخ قديم جدا كان منشأه يسمى بالحضارة الوهرانية ولمس كل الغرب الجزائري إلى غاية جنوب إسبانيا والبرتغال. نعم حنان، شكرا. رحلة كانت ممتعة جدا، غصنا فيها في أعماق الحضارة في الجزائر خاصة اكتشاف الحياة الإنسان في الجزائر. طبعا وخاصة لكن عندما تكون من باحثين ويعني علماء جزائريين. نعم نثمن طبعا كل هذه المجهودات وأدعوك الآن حنان إلى رحلة إلى السياحة الصحراوية، أكيد أنت من هواة هذا النوع من السياحة إلى ثمن راست الآن وبحيرة تاندنت، هي منطقة رطبة ومخزون بيولوجي وإيكولوجي متنوع ومتفرد أيضا. الرحلة مع ندى رمادلية. في حضن طبيعة صحراء ثمن راست المغرية تقبع واحدة من أهم المناطق الرطبة بموقع تانغت، حيث المياه العذبة التي تتدفق من جبال الأتاكور. هذه المياه سطحية مصدرها مياه الأمطار، نحن نعلم أن منطقة الأهكار تتأثر بتأثيرين من ناحية الأمطار، تأثير متوسطي يعني مياه قطبية أو غيوم قطبية وتسقط الأمطار في جونفي وفيفري، وكذلك تتأثر بأمطار تسقط في أواخر جويليا وأوت وسبتمبر مصدرها موسم.
مشاهدينا من هذه الجولة السياحية الهادئة إلى جولة رياضية مليئة بالحيوية والنشاط بعد هذا الفاصل. الرياضة الآن، ونرصد آخر أخبار المنتخب الوطني لكرة اليد الذي يشارك في مونديال كرة اليد بالقاهرة بمصر، حيث وصل إلى الجيزة للمشاركة أو لإجراء المقابلة الثانية، المقابلة الدور الرئيسي ضد نظيره الفرنسي، أليس كذلك؟ وكذلك زميلتي فايزة، صباح الخير لك ولمشاهدينا. بالفعل أيضا وصل بالأمس المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد إلى مقر إقامته الجديد بفندق مينا هاوس بمدينة الجيزة بالعاصمة القاهرة، تحسبا لمباراته الأولى ضمن الدور الرئيسي أمام المنتخب الفرنسي. ويجري رفقاء أو أجرى رفقاء القائد مسعود بركوس حصة تدريبية في قاعة مدينة السادس أكتوبر قبل المباراة الأولى في الدور الرئيسي كما ذكرت أمام المنتخب الفرنسي اليوم الثلاثاء بداية من الساعة 6:00 مساء. إذن المباراة تأتيكم في حدود الساعة 6:00 مباشرة على القناة الأولى، ونتابع وإياكم مشاهدينا الآن البرنامج الكامل لمباريات الخضر في الدور الرئيسي من مونديال الكرة الصغيرة. إذن المنتخب الجزائري يلعب أمام المنتخب الفرنسي كما نشاهد بداية من الساعة 6:00، والمباراة الثانية تأتيكم يوم الجمعة 21 جانفي، المباراة الثانية أمام المنتخب النرويجي في حدود الساعة 8:30. أما المباراة الثالثة والأخيرة في هذا الدور فيقابل فيها الخضر منتخب سويسرا في حدود الساعة 6:45، والمباريات جميعها ستكون منقولة على القناة الأولى للتلفزيون الجزائري. إذن الخضر احتلوا المركز الأول في مجموعتهم بفوز وانهزامين، عودة لمشوار المنتخب في الدور الأول في سياق هذا التقرير لعمر جمعي. بعد غياب المنتخب الوطني لكرة اليد لدورتين متتاليتين عن الحدث العالمي، عاد زملاء بركوس إلى المونديال من بوابة مصر وأوقعتهم القرعة في المجموعة السادسة الصعبة إلى جانب البرتغال، إسلندا والمغرب. هذا الأخير كان منعرج التأهل للجزائر بعدما فاز عليه الخضر وبفارق هدف واحد. فوز سمح لأبناء ألان بورت بحجز مكان في الدور الثاني، أين سيواجه المنتخب الوطني نظيره الفرنسي في مباراة قوية تعد بالكثير، ويبقى عنصر المفاجأة وارد. وعن مباريات المنتخب الوطني في الدور الأول، أكد الجميع أن زملاء الحارس غضبان كانوا بعيدين كل البعد عن مستواهم الفني وحتى البدني، وهذا راجع إلى تذبذب التحضيرات وتوقف البطولة منذ قرابة 9 أشهر. رغم ذلك المنتخب الوطني دخل المنافسة بقوة وبرومونتادا عاد في مواجهة المغرب وفاز عليه في مباراة هيتشكوكية كانت الإرادة والتحدي عنوان اللقاء. ليصطدم المنتخب الجزائري في المباراة الثانية بنظيره الإسلندي القوي، حيث دار الفارق جليا منذ البداية من الناحية الفنية والبدنية والتكتيكية وحتى من الجانب المورفولوجي، وتكون النتيجة النهائية للقاء شاهدة على ذلك والفارق 15 هدف. اللقاء الثالث كان الأحسن للخضر من كل الجوانب، رغم بعض الأخطاء إلا أن الجمهور الرياضي اكتشف حارسا واعدا قدم أوراق اعتماده، إنه يحيى زموشي. المباراة ورغم فارق 7 إصابات إلا أن بعض الأمور الإيجابية تصححت خاصة على مستوى الدفاع، بينما يبقى هاجس الهجوم يؤرق ألان بورت خاصة في لقاء الدورة الثانية أمام المنتخب الفرنسي الذي يعرفه جيدا. أي لازم نباركوا الكرة الجزائرية بعد كل شيء اللي وقع 20 سنة من قبل، يعني نقدموا نلعبوا هذا المستوى في ضد من منتخب من أحسن مباريات العالم حاليا أوروبا حاليا، يعني نظن باللي
في مباراة ضد فرنسا سادس ورصيد أيضا لابد أن حضروا مباراة ترتيبية. الجزائر كانت حاضرة في 14 دورة، أحسن نتيجة كانت في دورة فرنسا أين احتل المنتخب الوطني المركز الثالث عشر. فهل سيفعلها زملاء أحسن لاعب جزائري لحد الآن بركوس، أم أن الحلم سيتوقف والمنطق سيحترم؟ إذن أول المباريات ستكون اليوم أمام المنتخب الفرنسي الخضر، سيواجهون إذن منتخبا أوروبيا وعالميا قويا. قراءة في المعطيات التي تسبق هذه المواجهة إضافة إلى تاريخ المواجهات بينهما نتابعها في تقرير بلال بوزيدي. جمعوا انتصارا واحدا في الدور التمهيدي الاول امام المغرب في مستهل المشوار، خسروا امام ايسلندا والبرتغال، ما جمع طموحات الجماهير الجزائريه تصطدم بواقع المستوى الذي قدمه اشبال المدرب آلين بورت، فصار المنتخب مطالبا بتحسين المستوى وتصحيح الاخطاء. ومن الكرة الصغيرة إلى الكرة المستديرة، محليا استأنف فريق مولودية وهران تدريباته في أجواء حماسية، ويأمل رفقاء الحارس ليتيم في مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية وتحقيق الانتصار عندما يستضيف فريق أولمبي شلف في الجولة القادمة. سيف الدين بن زردة حضر جانبا من تدريبات المولودية وعد التقرير التالي. بعزيمة كبيرة عاد لاعب مولودية وهران إلى جو التدريبات بعد النتيجة الإيجابية المحققة أمام شباب الوزداد، حيث يطمح أشبال بلعطوي إلى مواصلة التألق عبر الفوز على جمعية شلف في الجولة المقبلة. الحمد لله يا ربي جبنا زوج نتائج إيجابية خارج الديار، واليوم حصة استئناف، رانا باغيين نبدو إن شاء الله هاد لا سيمان بجدية إن شاء الله نحضر المباراة جمعية شلف. أولمبي شلف فريق لا يستهان به، عندهم لاعبين ممتازين، لهذا نقول باللي الحمد لله الإيجابية وهي أن الفريق راه بعقلية مليحة، اللاعبين راهم منضبطين الحمد لله، نظن باللي ما عدا اللاعب شاوطي اللي كانت عنده إصابة في المقابلة الأخيرة، دونك فافوار لا غرافيتي دو لا بليسور تاعه وين راهي واصلة باش نعرفوا باش نحدوا اكزاكتومون. اللاعب مطراني اللي مازال راه مصاب ثاني، لاعب درارجه نعماني التحق بالفريق، لاعب فريفر ثاني مازال راه في راحه، بصح ان شاء الله هذا الاسبوع يدخل في المجموعه، نظن باللي الخيارات كاينين. حصة تدريبية جرت بحضور السلطات المحلية لولاية وهران التي أتت إلى هنا من أجل تقديم الدعم والنظر في بعض المشاكل التي تعرقل مسار الفريق. احنا كسلطات محلية كلها
نقفوا معكم ونساعدوكم معنويا ماديا ماليا باش ان شاء الله تزيد وتحققوا نتائج اضافيه نتائج ايجابيه اللي تعود في مستوى الفريق فريق بندوليه الوهران. انا نعيش في بيريود شويه ديفيسيل في لي بروبليم دالجون اي تو ان شاء الله بربي بوركو با باش يريغلو لنا لو بروبليم جيمري بيان ان شاء الله باش نسيو باش نحلوا نلقوا حل باش نونشينو حنا في لي ماتش ونخمو في لي ماتش تاعنا ان شاء الله. مهمه جدا هاد الزياره ومام المورال تاع اللاعبين شويه رجع لهم، كانوا حاسبين راهم سامحين فيهم وهذه والاداره بون عيط تجبد وما ما نجمتش. دروك كي جا سيد الوالي وقال لهم ندعمكم شويه المورال تاعهم رجع وماذا بنا احنا يزيدوا يتحسنوا ان شاء الله. للاشاره فان مولوديه وهران هي من بين الفرق الثلاثه التي لم تنهزم في البطوله لحد الان. إلى هنا مشاهدينا نأتي إلى ختام أوراق الرياضة لهذا الصباح والعودة إلى إليك فايزة. شكرا لك عبد العزيز. الموعد إذن اليوم مع كرة اليد ولقاء الخضر مع فرنسا على الساعة عبد العزيز بداية من الساعة السادسة. اللقاء يأتيكم أو يأتي المشاهدين طبعا في حدود الساعة السادسة على القناة الأولى مباشرة. المباراة ستكون مسبوقة باستوديو تحليلي مع ضيوف مختصين، ضيوف ومحلل التلفزيون الجزائري. الكل بلا شك فايزة يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية. كيف يتوقع عزيز نتيجة المباراة؟ والله المباراة صعبة جدا أمام المنتخب الفرنسي. أنت تعرفين المنتخب الفرنسي هو صاحب المركز الثالث في آخر مونديال، منتخب عالمي قوي يملك فرديا وجماعيا، ولكن الجمهور الجزائري ومحبي الكرة الجزائرية والمتتبعين المنتخب يتطلعون بالتأكيد لرؤية منتخب مخالف فنيا وجماعيا أيضا لمباراة الدور الأول. وأيضا من المتوقع أن يحدث آلان بورت كثير من التغييرات من حيث الخطة ومن حيث أيضا مجابهة هذا المنتخب الذي يبقى قوي، ولكن نتطلع أيضا نحن لرؤية منتخب قوي اليوم. ولما لا يحقق نتيجة إيجابية ولما لا الفوز في أول مباراة. نبقى متفائلون رغم كل شيء ونتمنى الفوز وكل التوفيق للخضر في هذه الخرجة العالمية بمصر في هذه البطولة الدولية. حتى الآن الدور الرئيسي يعتبر خطوة مهمة أيضا. خطوة مهمة جدا. الآن أصبحنا من المنتخبات الكبيرة وصلنا إلى الدور الرئيسي. أحسن 24 منتخب إن شاء الله مهما كانت الدورة. النتيجة الفرجة مضمونة عبد العزيز. شكرا جزيلا لك. إذا نلتقي في مواعيدنا القادمة. مشاهدينا بهذا وصلت معكم إلى ختام برنامج هذا الصباح. أشكر لكم كرم الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.